قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ابدا بقى كده، تمام، ما دام محدش ايه رد عليا. طيب خلاص، كتر خيرك يا حبيبه قلبي، شكرا جزيلا. بص يا ولاد، هنكمل ان شاء الله دلوقتي بقيه السمول انتستين، هناخد فيها الجزء اللي اسمه ايه يا دكاتره، اللي اسمه ديودينام. ماشي الكلام؟ طبعا الديودينام اهميتها ايه ريلاتيف لاهميه الجوجنم والايليم؟ اهم، معلش، تمام، اهميتها ايه يا ترى الديودينم ريلاتيف لاهميه الجوجنم والايليوم؟ لا، اهميه تانية خالص، ماشي، يعني في منتهى منتهى الاهميه. ماشي، انا في بس واحده كده فتحت عايزه اقفلها، بس من غير ما اقفل اللي احنا فيها دلوقتي. ماشي، طيب تعالوا بقى نبص كده، الديودينم دي بقول لك كاهميه في منتهى الاهميه، اهم من الجوجنم والايليوم بمراحل بمراحل كتيره جدا. خلاص، طيب اول حاجه الديودينم بتاعتنا دي ايه؟ قالوا دي عباره عن سي شيبد بارت كده من السمول انتستين، تمام، موجوده بعد الاستومك على طول، يعني بادئه من اول جونكشن سمعنا عنها واحنا بناخد الاستومك، اسمها بايلورو ديودينال جونكشن. اخر الاستومك كان جزء اسمه بايلورس، بعد البايلورس بتظهر لنا الديودينم. بنمشي ماشيين بالديودينم دي، السي شيبد اورجان اللي انتوا شايفينه ده اسمه الاثنى عشر، تمام، زمان قاسوه بحاجه اسمها فيت، قال لك ده عباره عن ايه 12 فيت، يقول لك 12 ايرات. ماشي الكلام. بعد الديودينم دي بيجي الايه الجزء اللي اسمه جوجينم، فبنخلص الديودينم دي عند الفليكشر اللي قلنا عليه اللي اسمه ديودينو جوجينال فليكشر. حلو جدا. دي بتمثل ايه الديودينم دي؟ قال لك دي شورتست، يعني اقصر جزء. ليه يا ترى؟ قالوا اصل طولها 10 انشز بس، امال بقيه اللارج بقيه السمول انتستين دي زي ما خدناها كان طولها قد ايه؟ ده انا قايله لك ده طولها 6 متر، صح؟ تمام، يبقى دي طولها قد ايه؟ طولها 10 انشز بس، يبقى هي الشورتست بارت بتاع السمول انتستين. سمول انتستين يعني ثلاث كلمات، ديودينم جوجينم ايليم. ماشي الكلام. والموست فيكسد، قال لك ايه كلمه فيكسد دي؟ شايف اللير اللي معديه عليها دي؟ اه، ده بيريتونيوم. عامل ايه البيريتونيوم ده؟ لازقها في البوستيريور ابدومينال وول. يبقى لازق الديودينم في البوستيريور ابدومينال وول، ما عدا جزئين بس يا ولاد اللي انتوا شايفينهم دول، اللي هو ايه؟ الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم. ده يعتبر ايه؟ فاكر لما كنت بشرح لك الاستومك وقلت لك لولا الملامه، لولا الملامه، ايه الملامه دي؟ البايلوريك سفنكتر. لولا الملامه ان انا عديت البايلوريك سفنكتر، كنت اعتبرت الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم ده استومك. ليه؟ اصله اتاتشد لفوق بالليسر اومنتم، واتاتشد من تحت للجريتر اومنتم. ارجع تاني للاتاتشمنت، اما اجيب لك سيره حاجه وانت ناسيها ترجع تفتح الكتاب وتبص فيها، تمام؟ يبقى اتاتشد لفوق بالليسر اومنتم واتاتشد لتحت بالليسر اومنتم، فبالتالي الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم ده موفابل. حلو؟ بقيه الديودينم كلها الحركه اللي انا قلت لك عليها، تجيب قلم وتلزقه بسوليتيب في الحيطه، لازقه على البوستيرور ابدومينال وول بالسوليتيب ده اللي هو مين؟ اللي هو البيريتوني. جميل قوي. يبقى كلمه موست فيكس ده انا حاطه لك تحتها على جنبها علامه استفهام. ليه؟ لان فيها جزء موبايل، نون كده موبايل، اللي هو ايه؟ الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديود. اول طبعا حاجه بعرفها في اي اورجان هي السايد بتاعه. السايد بتاعه ريلاتيف لمين يا ترى؟ ريلاتيف للناين كوادرانتس بتوع الابدومين. بقسمهم ازاي؟ اتنين لاترال فيرتيكال بلين اللي ماشيين من الميد كلافيكولار بوينت للميد انجوينال بوينت، واتنين بلينز بالعرض سب كوستال بلين وانتر تيوبيركولار بلين، كل مره هفكرك بيها ان شاء الله. قالوا قسمت الابدومين لناين كوادرانتس، هي موجوده في النص. ايه النص دي؟ ده امبليكاس العين، تبقى موجوده في الامبليكال ريجن.
وممكن ايه تبقى عالية شوية زي ما اتفقنا، في ناس تخان في ناس قصيرين في بتاع، توصل للإبيجاستريك ريش. ماشي الكلام، يبقى ده كده السايت بتاعها. جميل. طبعا في ناس زمان بقى ايام لما كان الاناتومي ده اناتومي، كان يجي يجيب لك كده اورجان على بعضه، ديسكاس لي الاورجان ده من بابه. يعني ايه من بابه؟ يعني من اوله لاخره، من اول كلمه فيه لاخر كلمه فيه. فكنا نسيستم للطلبه اي اورجان، اقول له انت لما بتيجي تديسكاس اي اورجان عندك مع مجموعه من الاسس، ايه الاسس دي؟ اول حاجه السايت، سايت يعني ستراك، يعني ايه؟ يعني ده موجود في انهي كوادرانت في الابدومين، صح؟ تاني حاجه سايز، سايز يعني حجم الاورجان ده قد ايه؟ لو استومك اقول فيها كاباسيتي، لو سمول انتستين اقول طولها، لو كده يعني فاهمين الفكره. بقول سايز، بقول قلت لك لما تبقى يبقى السايز ده انبوبه، بنقول للبنت بتاع ده زمان ايام كنا سيستم هيكتب سؤال مليان اسات. وبعدين ستراكشر يعني ايه؟ يعني لو هتتكلم عن استومك تقول لي جلوكوز، تقول لي سكيوروزا، سكيوروزا 3 لايرز وهكذا. ماشي، احنا بضرب مثال باللي احنا خدناه. ماشي. بعد الاستراكشر سراوندينج، سراوندينج اللي هي عشان تفكر فوق، سراوندينج اللي هي ايه؟ اللي هي ريليشنز. سراوندينج دي لازم تشمل الايه؟ الاس الرابعه اللي هي مين؟ سبورت. سبورت اللي هو الايه؟ ليجامنت ماسكها، اللي هو احنا بنقول عليها دلوقتي بيرتونيال ريليشن. ماشي الكلام؟ زي ما قلت لك ريليشنز ان ذا ابدومين شود انكلود بيرتونيال ريليشن، حتى لو ما طلعوش منك في الامتحان. قال لك ريليشن اوف ستومك لازم اكتب بيريتونيال ريليشن، ريليشن اوف ديوودينم لازم اكتب بيريتونيال ريليشن. ماشي. طيب لحد دلوقتي يعني حاجات مهمه طبعا، جوجنا ايليا ما فيهاش ايه بيريتونيال ريليشن، هو اللي بيجي سؤال لوحده. ماشي الفكره. يبقى دي الاس ايه، ما اعرفش رقمها كام بقى كده، اللي هي سراوند اللي هي ريليشن، والاس اللي هي سبورت اللي هي مين؟ اللي هي اللي هي الليجامنت ماسكها زي ما بقول لك. ماشي. يبقى انا كنت دلوقتي انا مش محتاجه اعمل كده للطالب، ليه؟ لانه خلاص ما قعدش السؤال ده بيجي، السؤال بيجي لك نزل لك على قنبله كده، اكتب لي القنبله دي. ماشي، ما تقعدش تحكي لي في الموضوع. ماشي، انزل اكتب الباث سبلاي، انزل اكتب ريليشنز، انزل اكتب ليجب. خلاص، عشان كنت بقول لك انا فوكس. تعالى لي بقى، انت بتقولي لنا ايه قصه الفيرست انش ذا فيرست بارت دي؟ يديله الديودينوم دي عباره عن اجزاء. قالوا اه، انا اول كلمه قلتها لك دي شكلها سي شيب. السي شيب دي معنى كده ان فيها جزء كونكيف وفيها جزء كونفكس. قال لك الكونكافيتي بتاعتها السي شيب دي باصه ناحيه الاستومك، يعني باصه تو ذا ليفت. يبقى هي سي شيب بس الكونكافيتي بتاعتها باصه تو ذا ليفت. جميل قوي. امال ايه قصه البارتس اللي عملت قلنا فيرست انش ذا فيرست بارت دي؟ هي بارتس اه، هي بارتس. قالوا فيرست بارت اللي ماشي بالعرض. جميل جدا. اللي قسم فيرست انش وسكند انش للمعلمين، بقول لك انا مقسمه فيرست انش وسكند انش، يبقى هو كام انشز؟ 2 انشز، محتاجه فتاكه يعني. ماشي. طيب سكند بارت ده ماشي من اول فيرست بارت لحد تحت، الجزء اللي هيرجع يمشي في عرض تاني اللي اسمه ثيرد بارت زي الفل. وبعدين جزء يطلع لي فوق فورث بارت، امشي معاك تاني. فيرست بارت هوريزونتال، سكند بارت بالطول، ثيرد بارت هوريزونتال، فورث بارت يطلع لي فوق تاني. جميل قوي. طب انت مش قايله ان هم 10 انشز يعني 10 انشز؟ ايوه. قسمي لي ال 10 انشز دول على الاربعه بارت. جميل قوي. بص كلمه وهتكتبها في ايدك في الكتاب، طول كل بارت 1 انش اكتر من اسم الجمله دي. يعني فيرست انش اسمه فيرست يبقى 2 انش، سكند انش اسمه سكند يبقى 3 انش، ثيرد بارت اسمه ثيرد يبقى 4 انش. طب ركز معايا، ما اقدرش اقول فورث بارت اقول 5 انش كده، هبقى عديت 2 انش، فاهم الفكره؟ طب تعالى نشوف فاضل لنا كام. ادي 2 و3 5، 5 و4 9، ما فاضلش غير انش واحد يبقى هو الفورث بارت. فهمت الفكره دي؟ الاول رتب لي الديودينم دي في دماغك في منتهى الاهميه، اهم من الاستومك، واضح؟ اهم من الاستومك، واهم من الريليشنز بتاعت الاستومك، واهم من البلاد سبلاي بتاع الاستومك. وهترتب لك الابدومين كلها في دماغك. ما انا بقول لك الابدومين للاسف
مش زي اللور ولا زي الابر، يلا خلصنا جلوتين ريجن نرميها ونبدا في الصيبه على النظافه الدكتورز ووراها هامسترنج وبتاع، لا للاسف مفيش كده، كلها اورجنز مترتبه فوق بعضها. طيب يبقى فيرست بارت سكند بارت ثيرد بارت وفورث بارت، احمدك يا رب. كل واحد هي 10 انشز، كل واحد طوله 1 انش اكتر من اسمه، جميل قوي. تعالى لي للليفل، ايه كلمه ليفل دي؟ يعني انت قايله لنا ده موجود في الابيجاستريم ولا موجود في الامبليكال، كده كلمه عامه. انا عايز اعرف الفيرست بارت عند الليفل بتاعت انهي فيرتبرا، السكند بارت فين، الثيرد بارت فين، الفورث بارت، في منتهى السهوله من فضل الله. قال لك الفيرست بارت، انت هتذاكر بالترتيب اللي انا بقول لك عليه ده، مش دعوه كتابك فيه، ماشي؟ انا هقول لك كل المعلومات اللي في الكتاب، بس انت لازم تظبط الموضوع، ماشي يا حبايب قلبي؟ شكرا، ربنا يبارك فيك يا حبايبي. بس انت لازم تظبط الموضوع على حسب الترتيب اللي انا بقوله لك ده، انا هقول لك كل معلومات الكتاب، بس انت تسيستم نفسك بالسيستم اللي انا ماشياك بيه ده، ماشي؟ فيرست بارت، انا لسه مخلص مين؟ طب بعد الاستومك في بايلوريك ايه؟ حد ذاكر استومك؟ قول لي البايلوريك بتاعت الاستومك دي كانت فين؟ كانت في الترانس بايلوريك بلين، صح؟ والترانس بايلوريك بلين قلت لك ليفل ما فيش حد ينفع ينساه، الليفل بتاع L1 كده، يعني البايلوريك دي عند الليفل بتاع L1. انا اول ما اسمع الكلام ده، لا يا بابا انت سمعته قبل كده في الاستومك ساعه ما قلت لك دي ليها كاردياك اند كانت عند الليفل بتاعتي 10 فاكر؟ وليها بايلوريك اند ترانس بايلوريك بلين، ده كان عند الليفل بتاع L1، يبقى طبيعي ان الفيرست بارت بتاع الديوتينا يبقى على نفس الليفل، يبقى عند الليفل بتاع L1، جميل جدا، احمدك يا رب واشكرك. طيب وبعدين السكند بارت ينزل بالطول يمشي من L1 ل L3 يوصل الثيرد بارت عند L3، ركز معايا، يبقى الفيرست بارت عند L1 ايوه، والثيرد بارت عند L3 ايوه، ده على اساميهم يعني، يبقى الثيرد بارت L3 فيرست بارت L1 السكند بارت مش من L1 L3. اطلع لي بالفورث بارت، نفسي حد معلم اعلم يقول لي حاجه مهمه، يعني لو حصل مشكله قول يا ولد. قلنا الفورث بارت يطلع ابورد، قلت لك عايزه حد يقول لي ليه الفورث بارت بيطلع ابورد، اصله متعلق بليجامنت سسبنسوري ليجامنت اوف فيت، وليه ربنا سبحان الله طلع الفورث بارت كده وعلقه، اصل انا هتنقل من جزء فيكسد اللي ملزوق على البريتونيوم ماشي وريترو بريتونيوم لجزء موبايل هيحصل فيه بريستالسيس واقعد 6 متر اعمل ابزورب، فبالتالي انا محتاجه اتحرر من اللزقه اللي لزقتني على السير ابدومينال وول دي، هاجي قدام عشان اخد ميزنتري وهكذا، لو سبت نفسي بوزني ال 6 متر دول ياخدوا الديودينام دي وينزلوا بيها يقفلوها، ربنا علقها من سسبنسوري ليه يا ترى؟ امنع القفله دي تتقفل بوزن الجوجينام. تاني حاجه قلت لك عليها فولف لايك اكشن، ايه الفالف لايك اكشن دي؟ بدل ما القتل قلت لك الديودينم ده انا اكشولي بكمل فيها دايجستشن الديودينم، وانا اعمل حته صغيره كده سبحان الله عشان اعمل فيها ابزوربشن، لا ده انا عندي ابزوربشن 6 متر جايين، مش الكلام، يبقى انا عم بعمل فالف لايك اكشن عشان زي بالظبط ما البايلوريك سفنكتر يخرج الاكل سنه سنه من الاستومك، برضه انا عايز الاكل يطلع سنه سنه من الديودينم ويروح، صح؟ يبقى ربنا علقه التعليق دي. بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان ما تنساش ابدا ان الفورث بارت ده طالع لفوق، طالع فوق قد ايه؟ نص المسافه، يبقى بسيط عند ايه؟ يبقى كده انا ظبطت الايه؟ الليفلز مع بعضها، ماليش دعوه كل بارت دلوقتي في الكتاب، ماشي؟ فيرست بارت L1، سكند بارت ماشي من L1 ل L3، ثيرد بارت L3، فورث بارت طالع من L3 عشان كل اللي انا فهمته دلوقتي ده واصل لحد L1. تعالى بقى لو انا حاطط كده خط اللي اسمه ميد لاين، عايزك تقول لي، طب انا نفسي معلم يقول لي الفيرست انش ده الاستومك دلوقتي موجوده قدامه، هوريك المنظر ده بسرعه،
الصدف موجودة قدامي. ليه؟ إنها متعلقة بمصر أومنتم وكريتر أومنتم وجاستروسكلينيك والجاستروسكلينيك والكلام ده، قارة الحركة عمالة طول النهار تعمل زي القربة، تعمل دايجستشن للفود جواها، ماشي الكلام؟ طيب الصوت بيقطع. طب كده ايه الاخبار؟ لو استمر يقطع يا ولاد قولوا لي، ماشي يا حبايبي، اروح حته النت فيها اوضح او حاجه، ماشي؟ طيب بص دلوقتي الاستومك دي كانت حره الحركه قدام، متعلقه بالليسر اومنتم والجريتر اومنتم، ماشي الكلام؟ وبعدين رجعنا من الاستومك دي كده لورا للفيرست بارت بتاع الديودينم اللي قسمته فيرست انش وسكند انش. طب انا كنت قايله لك كان في هنا بايلوري ديودينال جانكشن، يا اللي ذاكرت استومك قلت لك البايلوري ديودينال جانكشن ده، قلت لك البايلوري ديودينال جانكشن ده، مش انا قلت لكم ما تروش مش يا اولاد، اكيد في حاجه مهمه. طيب لو في حاجه ما سمعتوهاش كويس اكتبي لي برضه، لو في حاجه ما سمعتوهاش كويس يا حبايبي قولوا لي اكتبوا لي وانا اقولها تاني، ماشي؟ طيب انا قايله لك البايلوراس دي يلي ذاكرت ستومك البايلوريك اند هاف ان انش تو ذا رايت اوف ذا ميديم فين، صح؟ يبقى ده بدايه الايه؟ الفيرست بارت، مش انا قايله لك كاردياك اند كانت 1 انش تو ذا ليفت عشان نبقى قريبين من الهارت، الهارت اللي تو ذا ليفت دي كده نص انش بس تو ذا رايت، ماشي الكلام؟ اشتراك الابدومين مبنيه على بعضها، يبقى انا بدات الفيرست بارت هاف ان انش من الميديم بلين، صح؟ عند الليفل بتاع L1 خلصنا منها، ده ترانس بايلوريك بلين ما فيهوش اهزار، خلاص؟ حلوه قوي. وبعدين نزلت بالسكند بارت من L1 ل L3، مشيت ثيرد بارت اللي من اصفر L3، طلعت فوق فورث بارت لحد L2 اللي في النص دي، اتعلقت بسسبنسوري ليجامنت زي الفل. ده كان ورا جه قدام، ما كانت قدام رجعت ورا، مالك عمالة تقول ورا قدام وانا يعني على عيان، هفتح قبل من العيان الاقي ورا قدام؟ ده انت هتعرف اهميه ورا وقدام دي دلوقتي في العيانين اللي هتجيلك عندها قرحه في المعده، يعني الطب كله، الطب كله وانقاذ حياه بني ادمين. لو انت عايز ثواب من عند ربنا، لو عايز فلوس في الدنيا هتلاقي فلوس في الدنيا، عايز ثواب في الاخره هتلاقي ثواب في الاخره، هو الطب ده كده مالتي تاسكينج كده، يديك كل حاجه، ماشي؟ يديك سيلف استيم ويديك برستيج ويديك فلوس ويديك ثواب ويديك كل حاجه، بس تصبح كبير، ماشي؟ هتتعب شويه تذاكر دلوقتي وبعد كده خلاص حياتك هتحصل لها ان شاء الله شفت للاحسن بامر الله، خلاص؟ طيب يبقى احنا كده خلصنا من الليفلات، تعالى بقى لمين؟ للريليشنز. انا هبدا لك الريليشنز في البريتونيال ريليشن، ليه؟ الحته السهله البريتونيال ريليشن، الحته السهله اه، ما انا قايله لك دي ملزوقه ورا بمين؟ بالبريتونيه، فهي ريترو بريتونيه نازل عليها السوليتيب اللي قلت لك عليها لازقه، ما عدا الفيرست انش ليه يا ترى؟ متعلق من فوق بليسر اومنتم ومن تحت بجريتر اومنتم زي الفل. يبقى الفيرست انش ده الجزء الوحيد الموبايل. طب نفسي اسال سؤال، هو انا متعلقه من فوق بليسر اومنتم يعني معنى كده ان الفيرست انش اوف ذا ديودينم فوق الاستراكشرز اللي كانت ماشيه في الفريج؟ طب ايوه، يعني البورتال في ورا وبايل داكت قدام اند تو ذا رايت وهيباتيك ارتري قدام اند تو ذا ليفت، اه فوق الفيرست انش، اه فوق الفيرست انش. طب معلش حطهم معاك السهله قوي اللي انت عارفها دي في دماغك دلوقتي، حلو جدا. الناس المعلمين، الناس العاديين عادي، الناس المعلمين قول لي يا ابني، بس زمان بقى ايام الشفا، قول لي يا ابني بير اريا اوف ذا ديودينم، ايه بير اريا دي؟ الديودينم لازق عليها السوليتيب لازقها في البوستيريور ابدومينال وول، شايف الحركه دي ورا اللي قلت لك عليها اللي هيبدا الميزن يتعلق لي هنا؟ قال لك حتت من الديودينم ما عليهاش بريتونيوم، ايه اللي خلى ما عليهاش بريتونيوم؟ قال لك في ستراكشرز معديه على الايه؟ الديودينم دي، الستراكشرز دي ملزوقه في الديودينم، زي مين؟ قال لك زي الترانسفيرس كول ده، شايفه؟ اه ده جه لزق في الديودينم من قدام، فلزق هو بنفسه وهو بنفسه اتلزق، فاهم الفكره؟ يعني حته السوليتيب دي معديه عليه هو على الديودينم، فبقيت الترانسفيرس كولون عامل ايه؟ الترانسفيرس ميزو كولون بتاعه سايب حته كده على الديودينم ما عليهاش بريتونيوم لان هو نفسه جه لزق، او
الترانزفيرس ميزوكولوم بتاعه زي ما هنعرف هو اللي كلاسيك. تالت حاجه مهمه بير التعريف لازقه، ديودينم لازقه في البوستير ابدومينال وول ما عدا الفيرست انش عري ده، انما في فيسلز خطر 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 قلت لك في الاستومك، علاقه ما الاستومك دي مليانه ريليشن يعني بصراحه بطريقه اوفر يعني ماشي، بس في علاقات ما ينفعش انساها. انسى عد سمي الانسان كثره النسيان، انما في حاجات ما ينفعش انساها زي الثيرد بارت بتاع الديودينم ده اللي ماشي بالعرض معدي عليه، قلت لك الروت اوف ميزن بتاع السمول انتستين اللي انا شرحته اللي ماشي فيه السوبيريور ميزنتريك فيسلز صح؟ لما السوبيريور ميزنتريك فيسلز تعدي بعد كده هبدا ميزنتري اوف ذا سمول انتستين تلزق هي بنفسها في الثيرد بارت بتاع الديودينم تعملي بير اريا، اللي صعب عليه بلاش، بس انت لما تعرفها مش بديك معلومات زياده، بس لما تعرف بير اريا عمرك ما هتنسى ان الترانسفيرس كله معدي على السكند بارت، وعمرك ما هتنسى ان الروت اوف سنتري، لان الموضوع بقى عنده بعد في دماغك مش كلمه مرديه، لا بقى موضوع فيه حكي كتير على الايه؟ على البير اريا، فاهم الفكره؟ طيب يعني بير اريا هنا مكان السنتريك فيسلز وبير اريا هنا مكان ما الترانسفيرس ميزو كولون او الترانسفيرس كولون هيجي عادي زي ما نشوف ان شاء الله. تعالى شوف كده في البير اريا مكان الترانسفيرس ميزو كولون الله وواحده مكان الروت ميزنتري اهو في سنتريك نيرف وفيسلز نازلين. طب لو ده الفيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم مين الاستراكشرز دول اللي فوق نافوخي فوق دماغي؟ ادي الهيباتيك اللي خارج السيليا ترانك قدام السرايا، ادي انتوزاريفت اسف، ادي الكومن بايل داكت اللي قدام السرايا، ادي البورتال فين ورايا اللي موجود بوستيريور، تخلي صباعك ورا البورتال فين الفورامين اسمه ايه؟ ابي بلويك فورامين. قلت لك خلي بالك يا دكتور يا اللي ناوي تطلع دكتور وانت صباعك في الابي بلويك فورامين قدامك ووراك، مش عايز اقول اهم تو فينز في البادي بس فينز في منتهى الخطوره، قدامك بورتال فين وراك انفيرور فينا كيفا، صباعك خابط من قدام في فين بورتال فين ازرق، خابط من ورا في فين انفيرور فينا كيفا ازرق. تمام حلو، رتبت لك انا دماغك قبل كده في الاستومك مش عارف احنا ماشيين ازاي. ستومك موبايل ديودينم فيكسد معاك الفيرست انش عشان بس مش هعرف اتنقل من موبايل لجزء فيكسد على طول، ارجع في حته كده تتحرك معايا شويه مع الاستومك ماشي الكلام. جوجينم وإليا موبايل ده مكان خطير، رجعت موبايل تاني. طب ما كده ممكن مكان الترانزيشن ده زي ما قلت لك برضو مكان يعني خطر كده ممكن يتقفل ولا حاجه، سسبنسوري ليجمنت اوف تريدز مع اليوم خلصنا اليوسيكال جونكشن، اطلع اسندنج كولون فيكس ترانسفيرس كولون اسندنج كولون فيكس سيجمويد كولون موبايل ريكتا فيكس. الحته من كده ايه سبحان الله، ان ما يحصلش الموسيقى السوداء اللي بتحصل في الانتستين، الانتستين عشان كلها موبايل 6 متر موبايل بلاوي سوداء بتحصل فيها فولفيروس لوب يدخل في قلب لوب يجيب للعيان اكيوت انتستاين اوبستراكشن يصوت منه لسه حد يعني قريب جدا 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 واحد في مقتبل عمر ولا اي حاجه خالص فولفيروس لوب دخل في قلبي. تقول لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش هو كده 6 متر بيتحرك ماشي هو كده، عشان كده ربنا سبحان الله عمال يرجع ريترو بيريتونيال ويجيب قدام يعلق بميزنتري ويرجع ريترو بيريتونيال ويجيب قدام يعلق في ميزنتري وهكذا. انا ماشي انتستينال تراكت طويل جدا ماشي الكلام. طيب يبقى دي الفيرست انش من فوقه لسر اومنتوم في ثلاثه ستراكشر تحصلين معلومات في دماغك، من تحت جريتر اومنتوم فبالتالي الفيرست انش بقى موفابل زي الفل كومبليتلي ريليشنز اوف ذا ديودينم. يعني انا مش قادره اقول لك اهميتها مش قادره اقولها لك فعلا حقيقي مش لاقيه كلام يقول اهميه الريليشنز بتاعت الديودينم. الريليشنز بتاعت الديودينم دي ليفل الوحش، ليفل الوحش ده دي الحاجه اللي هترتب لك الابدومين كلها، انا هفضل من اول اللحظه اللي انا فيها دي لحد ما اخلص لك الابدومين اقول لك فاكر الديودينم اللي كانت ريليتد لكذا اهي معانا دلوقتي، فاكر الديودينم اللي كانت ريليتد لكذا اهي معانا دلوقتي. انا عايزه ناس بتفهم وعايزاك تكتب الكلام ده بايدك في الكتاب ماشي.
تقول لي انا بفكر، انا دكتور، انا ربنا خلقني بمنتال ابيليتيز غير العالم دي كلها، ماشي، غير العالم الدنيا دي كلها، انا كاتيجوري تاني. فبفكر بعقلي، مش بحفظ وانسى، احفظ وانسى، لا، حتى اللي بحفظه ده بستخدمه بحفظه. فيرست بارت ده مثلا لما انا اقول لك، قول لي ريليشنز بتاعت حته مثلا في العالم، انا مش تقول لي، اقول لك قدام فراس ايه وقف ايه تحت، انا محتاج فيرست بارت اللي ماشي هوريزونتال، ابر ولور وانتيرور وبوستيرور ريليشنز. السكند بارت ماشي، انا بفكر بعقلي في ربنا خلقهم، قلم ماشي بالطول، محتاج له ريليشن، اقول ايه؟ اقول قدامه وراه تو ذا رايت اند تو ذا ليفت، تو ذا رايت اند تو ذا ليفت، يعني ميديا الولاد، فاهم الفكره؟ اه، حلو جدا. ثيرد بارت ماشي بالعرض، يبقى زي فيرست بارت، يعني محتاج له ايه؟ فوق تحت، ابر ريليشن سوبيريور ريليشن وانتيريور ريليشن وانتيريور بوستيريور. فورس بارت طالع بالطول، يعني واقف زي السكند، كومبير كده، فيرست ثيرد سكند فورس، ماشي. ده كده الفورث بارت بتاعتي، محتاج طالما واقف بالطول، محتاج له قدام وورا وميديا الولاده الورايت وليفت، دي لان انا مره هلاقي مكتوب ميديا ريليشن لاترال ديوستاب، مش انترلاترال، لا، يعني فوق وتحت وقدام وورا، فاهم الفكره؟ انت هترتب دماغك زي ما انا مرتبها لك كده، وهتكتب كده في الامتحان، هتفتح جالي سؤال ريليشنز اوف سيرفيس بمنتهى الهدوء، ده فزعت الطلبه، انا بقول لك بمنتهى الهدوء، تكتب فيرست بار انتيريور بوستيريور سوبيريور انتيريور سكند بار ميديال ولاترال او رايت وليفت، انا بحبها اكتر بس انا ماشيه زي كده، رايت وليفت وانتيريور ثيرد بار، هو كده. انت هتكتب كده في اللجنه، تفتح لي 4 صفحات ورا بعض، تكتب في اول صفحه فيرست بار، ثاني صفحه سكند بار، ثالث صفحة سيرت بارت، ما تدورليش على ورق، خد لك كراسة إجابة زيادة، رابع صفحة فورس بارت، تكتب هنا أنا عايز أنتيرور وبوستيريور وأبر ولور، سكند بارت أنا عايز رايت وليفت وأنتيرور وبوستيريور، ثيرد بارت أنا عايز أنتيرور وبوستيريور وأبر ولور، فورث بارت أنا عايز رايت وليفت وأنتيرور وبوستيريور، واضح؟ تكتب كده في الورق، وبعدين سيب لي الورق خالص، وبعدين تكتب إيه؟ تقول كل شيء من اجل البنكرياس. ايه ده يا ترى؟ البنكرياس علاقته بالديودينم علاقه قاتله. ليه؟ يقول لك ده ربنا عامل كونكافيتي في الديودينم عشان تفت الهيد بنكرياس، اكتر من كده ان اورجان يرتب نفسه على اورجان تاني، البنكرياتيك ديودينال دول، البنكرياتيك ديودينال دول في الجراحه دول وان سيرجيكال يونت، ماشي؟ اللي بيسألني سؤال طبعا دلوقتي في الكونسنت انتوا مش هجاوب عليه دلوقتي علشان خاطر انا ايه، اما خلاص اللي انا فيه ده، ماشي. طيب ده كده يا دكاتره، البنكرياس ده كده موجود في الكونكافيتي بتاعت الديودين، ماشي الكلام؟ طيب يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت ال4 صفحات اللي فتحتهم في لجنه الامتحان دي هتكتب فيرست بارت تحت فيديو ريليشن، مش انت كاتب لي دلوقتي ستيريو انفيرو كتير لاترال، اه، سكند بارت ميديالي يعني تو ذا ايه ليفت هيد اوف بانكرياس، ثيرد بارت تجي لي على السوبيريور ريليشنز وتكتب لي انسينيت بروسس، دي انسينيت بروسس دي جزء كده معقوف كده، حته طالعه زياده كده من الهيد اوف بانكرياس، تكتب لي فوقها انسينيت بروسس اوف بانكرياس. طب تعالى لي الفورث بارت، تقول لي ده تو ذا رايت منه، ماشي الكلام، تو ذا رايت منه في الانسينيت بروسيس بتاعت البنكرياس. انت كده خلصت كلمه بنكرياس في ال4 بارتس في الامتحان، كتبت فوق يمين تحت، هنا فيرست بارت علاقته ايه تحت، سكند بارت علاقته ايه تو ذا، مش انا اقول رايت وليفت عشان هي اسهل بالنسبه لي، تو ذا ليفت، ثيرد بارت فوق البنكرياس اكتبها في سبيرو ريليشن، فورس بارت تو ايه تو ذا رايت، ماشي الكلام. خلصت ستيب 2 في الريليشنز في اللمبه، ستيب 3 انتيريور ريليشنز، افتح لي كده ابدو من عيان، ماشي الكلام،
كنت اشتغل في الديودينم. ديودينم ايه؟ ديودينم ايه؟ وانا لما هفتح بطن عيان هشوف ديودينم؟ استحاله اشوف ليه؟ علشان الليفر الباشا، الليفر باشا جاي على الرايت سايد كده وقافل لي الدنيا كلها، ملمحش الديودينمات انا. امال ايه؟ كل المنطقه اللي قدام دي فيها ليفر، صح؟ ده انا يا دوبك لمحه حته من الاستومك بالعافيه. ديودينم ايه؟ يبقى معنى كده ان الديودينم دي من قدام كده، كل ده ريليتد لمين؟ ريليتد للليفر. حلوه. قال لك الليفر منسل منه غده كده، او مش قادر اقول غده، سيست كده اسمها جول بلادر. ماشي الكلام؟ الجول بلادر دي عباره عن ايه؟ عباره عن فندس كده، جزء واسع كده برضو فندس، وجزء هنا اسمه نيك. ماشي الكلام؟ طيب فندس وبادي ونيك. النيك بتاعت الجول بلادر يد اللي ناوي تطلع سلي الليفر فين؟ وانا لازم ارفعه كده عشان اشوف ديودينم. اه لازم اعلقه باسلاك كده، لو ما علقتوش باسلاك مش هشوف ده. نزل لي النيك بتاعت الجول بلادر واكتب لي كده النيك بتاعت الجول بلادر دي ديماركيشن بين الفيرست انش والسكند انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم. يبقى تاني، نيك اوف جول بلادر ذا لاين اوف ديماركيشن، حاجه كده على جسم العيان بتقول لي خلي بالك، لان نيك اوف جول بلادر دي علامه يا مارد. علامه على ايه؟ علامه ان الفيرست انش خلص والسكند انش ابتدى. ماشي الكلام؟ طيب يبقى دي نيك اوف جول بلادر. طب تعالى بقى الليفر اللي انا رافعه لفوق ده، قول لي هو انا شايف فيه، فاكر التشيبر؟ بعد كده جزء مربع في الليفر، مربع اه اسمه كوادريت مش كوديت، مش تعب الكوديت لوب اللي فوق ده، كوادريت اللوب المربع ده، كوادريت لوب اوف ذا ليفر. بعده الجول بلادر، بعده الانفيريور سيرفيس اوف ذا ليفر. جميل. ومين اللي كان معدي بالعرض اللي عامل لي بير اريا كده في الديودينم؟ ده الترانسفيرس كولون. طب بقيت كل بقى المنطقه دي، بقيت كل ده مليان ايه؟ مليان كويلز اوف جوجنم، انتستن حركه الحركه يملى لي هنا انتستن، انتستن سمول انتستن. يعني ايه الكلام اللي بتقوله؟ رجع لي كده الليفر، كوادريك لوب اوف ذا ليفر، نيك اوف جول بلادر، رايت لوب اوف ذا ليفر، بداية الترانسفيرس. تعرف تقول لي الاربع كلمات دول ورا بعض؟ اه دول سيكونس طبيعي قوي يعني. وادريتو لوب اوف ذا ليفر، نيك اوف جول بلادر، انفيريور سيرفيس بتاع الرايت لوب اوف ذا ليفر، ترانسفيرس كولون. ماشي. رص لي الكلام ده على الديودن. يعني ايه؟ ورقة امتحان. اه يعني يا ورقة الامتحان يا طالب يا بروفيشنال يلي داخل تكتب ريليشنز يودنهم في الامتحان. First inch of the first part second inch of the first part neck of full bladder ومعاها كوادريت لوب اوف ذا ليفر، اصل كوادريت لوب اوف ذا ليفر لاين اوف ديماركيشن. second part of the duodenum الرايت لوب اوف ذا ليفر. ماشي الكلام؟ وماشي معاها الترانسفيرس كولون. يبقى انت هترص لي انتيريور ريليشنز في الامتحان بالترتيب، هترص لي انتيريور ريليشنز في الامتحان بالترتيب، كوادريت لوب اوف ساليفر، نيك اوف جول بلادر ومعاها كوادريت لوب اوف ساليفر، تقلب الصفحه ثيرد سكند بارت رايت لوب اوف ساليفر، بكتب رايت لوب اوف ساليفر انتيريور ريليشن، تيجي بعد كده مين؟ ترانسفيرس فيرس كولوم، بكتب ترانسفيرس كولوم في الانترنيشن بتاع السكند بارت. واضح؟ فيرست انش اوف فيرست بارت كوادريت لوب، سكند انش نيك اوف جول بلادر وكوادريت لوب، ده كده كله فيرست بارت، سكند بارت انفيرور سيرفيس اوف ذا ليفر والترانسفيرس كولوم من اول الثيرد بارت. بص بقى الحته الاخيره في السكند بارت دي والثيرد بارت وفورث بارت بتكتب لي في الامتحان كويلز اوف سمول انتستين. يبقى هتكتب لي كلمه، انا بقول لك انت بترص ريليشنز في الامتحان بالعرض، لو جربت بالطول جحيم جحيم جحيم.
انت هترص ريليشنز بالقصه اللي انا بقولك عليها دي، بانكرياس في كله، هترص الاول انتيريور بوستيريور ميديال ولاترال او رايت وليفت في كله، وبعدين بترص انتيريور ريليشن في كله. كلامي واضح؟ انت هتعمل كده في الورقه، بترص كويلز اوف ذا سمول انتستين، بتكتبها انتيريور ريليشن في السكند والثيرد والفورث بارت. ليه؟ اصل الفيرست بارت ده انا فاهم ماشي، فيرست بارت ده مش هيطول، وسمول انتستين ده متخبي كومبليتلي بالليفر. ماشي، هجاوب يا ولاد على الحاجات دي، بس استنوا حبايبي اما اخلص الاونلاين. ماشي، طيب يبقى ده، يبقى ده كده فيرست بارت مش هيطول كويس في سمول انتستين. لما كويس في سمول انتستين هتطول انتيريور ريليشن في مين؟ في السكند. اكتب لي كده بايدك في الايه، في الكتاب هتكتب انا احط كويس في شيشنا من انتيريور ريليشن لسكند وثيرد وفورث. كده ماشي، انتيريور ريليشن بالعرض، بالعرض يا دكتور يا اللي ناوي تطلع. ماشي، وديت له بوبسر وديكو كل بلدر فيرست انش سكند بارت رايت لوب اوف ذا ليفر من فوق، فينينج اوف ترانسفيرس كولون في النص، كويلز اوف جوجينوم، جوجينوم لان انا في اول انتستين فوق فبحصل الجوجينوم. ماشي، وبعدين كويلز اوف ذا سمول انتستين بكتبها انتيريور ريليشن. هتجيب كده تسمع الاوديو وتجيب الورقه تفضي فيها، طول ما انت عمال تسمع الاودىو بتاعي دلوقتي المحاضره دي، تجيب ورقه وتفضي فيها طول ما انت قاعد كده، عشان في الاخر تبص في الورقه دي تلاقي مكتوب فيها كل الريليشنز اللي في الكتاب، هتجرب تحفظها بطول جحيم تحت الماء. ماشي، وهتنسى نصهم. خلاص في انتيريشن ما اقدرش ابدا ابدا. هو يا ترى الثيرد بارت اللي قلت لك حذاري، الثيرد بارت اوف ذا ديودينوم انتيريور اللي معدي عليه مين؟ الروت اوف سمول انتست اللي كونتيننج مين؟ السوبيريور ميزنتريك ارتري. وفين؟ انا كده خدت انتيريور ريليشن بتاعت كل الديودينوم، فيرست انش سكند انش سكند بارت ثيرد بارت فورث بارت بالعرض. واضح؟ تعمل ايه في رسم الكتاب دي؟ هترسم لي بايدك هنا ترانسفيرس كولون، بتكمل لي الفورت بارت ده، وترسم لي كويلز اوف جوجينوم هنا، كويلز اوف جوجينوم في السكند بارت هنا، تكمل السكند الثيرد بارت ده، تكمل لي فورت بارت هنا، وترسم لي كويلز اوف جوجينوم هنا، وتلون الرسمه دي وتعلقها عندك على باب الشقه. مامتك قالت لك انزل هات لي عيش يا حبيبي، تبص كده تراجع انتيرو ريليشن فيهم كلهم وتنزل تجيب العيش. نازل تصلي ببص على كل دول كده وانزل اصلي، رايح الكليه ببص على كل دول كده واروح الكليه، عايز تصور اللي انا عاملاها لك مفيش مشاكل، بس اعملي معلش كويلز اوف انتستين هنا وكده. ماشي، خلصنا انتيريشن. تعالى لي بوستيريور ريليشن، نظبط بوستيريور ريليشن. بقول لك الديجنم ده جحيم الطلبه، جحيم الطلبه. ماشي، احنا دلوقتي خلاص قتلنا انتيريور ريليشن، تعالى نقتل posterior relations في كله. الراحة بقى عليا كده. first part بتاع الديودينم ده قلت لك كان قدامه رجع ورا. الله يا دكتور يا اللي نام، بيبان لي وانا بشوفها بالعين الباريه من حته صغننه قوي. لو اي حد قريبك بيشتغل في الجهاز الهضمي من اي اتجاه، اي دكتور قريبك ان شاء الله يكون في بطنه عامه، عارف حاجه اسمها ديودينال كاب؟ ايه الديودينال كاب ده؟ استومك كانت قدام رجعت ورا، فاهم؟ فبتبان الحته دي ماشيه ازاي، راجعه لورا هوريها لك ان شاء الله في الصوره، راجعه لورا فبالتالي بتبان لي قصيره، بتبان لي قصيره وعاليه. ديودينال كاب في الباريم ميل، باريم ميل بشرب العين صبغه لونها ابيض واصوره، في حاجه اسمها باريم سوالو، الصبغه تبقى فيسد فبلعها للعيان عشان اشوف بس الاسوفجس، تنزل بالراحه في الاسوفجس بتاعه، انما صبغه عاديه زي الميه واشربه باريم. باريم ايه بقى؟ نيل مش سوار. واضح الكلام؟ طيب ده لو ناوي تطلع دكتور، يبقى ده كده مين؟ فيرست انش، واللي بعده السكند انش. بصي لي بقى كده السكند بارت اوف ذا ديودينم ده، معدي على تعدي على الهايلم بتاعت الرايت كيدني هنا، معلش لازم اقول لك رايت وليفت،
الرسمه دي برضو هتعمل فيها نفس العمله اللي عملتها فوق، يا كملتي رسمه الكتاب يا خدتي لي دي طبعا وعلقتها على الباب، دي تاني رسمه بس هتطبع بالالوان وتتعلق على الباب جنبها. ماشي؟ تاني تفضل صديقتي معدي على الهايلاند بتاع الرايس يا دكتور، يا دكتور يا طب مش طالب، انت دكتور لو كان طالب في كليه تجاره يسمع الكلام ده وينساه عادي بالنسبه لي. ليه؟ لا هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه هو بالحاجات اللي هو بياخدها؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ ماشي؟ انما انت هتنقذ حياه بني ادم. ماشي؟ ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. انت بتعمل حاجه يعني، يعني حاجه ملهاش وصف، مش هي كلامه كده يوصف. ماشي؟ السكند بارت بتاع ديودنا معدي قدام الهايلاند بتاع ده، واحد واخد كيدني وخلاص بقيت معلم. الرايت كيدني دي داخلها ستراكشرز، داخلها او خارج منها رينال فين، وداخلها رينال ارتري، وخارج منها بلفيس اوف ذا يوريتر. يبقى هايلاند بتاع رايت كيدني ورايا، ستراكشرز ورا الكيدني كده اللي داخل الهايلاند. طب مالك عملت ايه يا دكتور يا جنوب؟ ايه الله على عيانه، لان البنات هم الاوبسست بوزنهم دايما. اللي عملت ريجيم قاسي فقدت كميه فتره، هي بص تجيبني في اوضه العمليات حواليها فتره قد ايه؟ ده انا بلاقيها بالعافيه على فكره. فارا رينال فات وذكر كان ترفيش، فاكر الكلام ده، وبري رينال فات ومهرجان، عامل سبورت للكدني عشان يساعد قصير ابدومنا الول عشان يفطر اليوريتر، قمر نازل قمر كده مفرود ولا كنكد ولا حالته حاله، يفضل متعلق لي ده هينقط جواه يورين، لازم السكه دي تبقى مفروده مفروده. ماشي؟ طيب يبقى الفات ده كله ساند الكدني. تعالى على عيني السيستم وزنها، انا لازم اخس ما اقدرش. ماشي؟ فقدت فات كتير قوي بسرعه قوي. ماشي؟ حصل لها كيتوزيس، الكيتني في حضنها السكند بارت بتاع الديودينام. يا دكتور يا اللي ناوي تطلع دكتور، ايه اللي هيحصل في الكيتني وهي نازله؟ ريتروبريتونيل صح؟ ملزوق عليها بريتونيل، ملزوق على السكند بارت اوف ذا ديودينام، صارت الكيتني وهي نازله تشد على السكند بارت بتاع الديودينام. يا دكتور لا ما نشتغل ليه؟ البارت بتاع الديودينم كلنا عارفين حاجه، ايه الحاجه اللي احنا عارفينها؟ ان السكند بارت بتاع الديودينم ده بتفتح فيه الكومن بايل دكت، مش كده؟ مش احنا عارفين كده؟ ان الكومن بايل دكت بتنتج حضانه، عارفين المعلومات دي؟ الكومن بايل دكت بيتقابل دكت تانية اسمها مين بانكرياتيك دكت، صح؟ ويعملوا حاجه اسمها هيباتو بانكرياتيك دكت. هيباتو دي اصلا بايل جاي من الليفر، فهيبات ايه بنكرياتك دي؟ اصل البنكرياتك جوز جاي من ايه؟ من البنكرياس. طب وليه اتحدوا مع بعض؟ والله البنكرياس قال للبايل انت رايح فين؟ قال له رايح السكند بارت اوف ذا ديودينم. قال له ليه؟ قال له عشان ادايجست الفات. قال له طب الله، طب ما السكند بارت بتاع الديودينم فيه بروتين برضه، طب ليه ما نركب مع بعض يعني؟ ليه كل واحد فينا يروح الشغل لوحده؟ مش بيمشينا كل المسافات دي لوحدنا؟ اه، فبالتالي لحموا مع بعض وفتحوا في مكان واحد، فتحوا في مكان واحد رفع لي الميوكوزا. بص الحركه دي بايل دكت مع مين بانكرياتيك دكت. ايه مين اللي انت قلتيها دي؟ اصل في واحده ثانيه اسمها اكسسوري بانكرياتيك دكت بعد شويه. تمام، الاثنين لحموا مع بعض، عملوا لي جزء كده عالي اسمه ميجور ديودينال بابيلا. يعني ايه بابيلا؟ اليفيشن ميوكوزا. الاليفيشن ده حواليه سفنكتر، ليه؟ عشان افتح، عشان الموضوع معمول على البحري كده، افتح انزل حبه بايل وانزل حبه بنكرياتيك جوس لما يبقى عندي اكل جوه. ماشي؟ صحيح هو في اكل جوه على طول يعني، ماشي، بس برضه محتاج سفنكتر. خلاص البايل ينزل والبنكرياتيك جوس ينزل ويصب. حلو جدا. سفنكتر اسمه سفنكتر في اودي. الناس بص اللي مش عارف حاجه خالص في العالم ده يحب يدخل كده ايه يأدي امتحان تلاقيه حافظ الكلام اللي بقول لك، انا مش عارف حاجه خالص في الانف، عارف ان الكومن بايل دكت بتقابل البنكرياتيك دكت ويحكي له اسمها حاجه اسمها هيباتو بنكرياتيك دكت،
تفتح في البوستروميديال اسبكت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم اللي جاردد، اللي بتعلي بابيلا اسمها ميجور ديودينال بابيلا اللي جاردد بالسفنكتر اسمه سفنكتر فقودي. فانت محفوظ بقول لك، يعني مش عارف حاجه خالص خالص في الطب كله حافظ الكلام ده. نقي كده حد كده قريبك يكون ايه في اللي ده انت خالص كده ولا ليه في الطب كده، واتفرج في الطب قول له السكند بارت بتاع ديودينم فاتح فيه ايه؟ يقول لك السكند باي بارت بتاع الضغط اللي عمل الباتو بنكرياتيك، الضغط اللي عمل الفيجن دي الباتيلا اللي فتحت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم اللي جاردت بريسيبتور. تخيل انا مش عارفه خالص. يبقى دي القصه اللي انا بقول لك عليها، ميجور ديودينال بابيلا اللي فيش ميوكوز، سفنكتر في اودي ده ماسل فايبرز اسمه ماسل فايبرز محوطه. تحكي لنا القصه المأساويه دي. كدني لما تقع في العيانه اللي عندها نيفروتوزس وتشد على سكند بارت بتاع الديودينم اللي فاتح فيها من ورا ايبوستروميديال اسبكت، دي ده ميديال بس ده من ورا، فاهمين الفكره؟ بوستروميديال اسبكت ماشي، تشد معاها على الكومن بايل داكت، وبعدين تجي لك العيانه انتستينال سيمبتومز، اه يا بطني وجوندس. جوندس كومن بايل داكت دي لما تشد عليها تعمل سام سورت اوف بايل داكت ديستراكشن، صح؟ الشد على دي حصلها كيكنج، البايل داكت دي ما بقتش في مكانها، نزلت وقعت، اضرب بقى الجدع. ايه اضرب الجدع؟ عيانه عندها جاسترو انتستينال سيمتوم وعندها جوندس، كل الناس هتفكر في ليفر ديزيز، صح؟ حللي لي يا ماما ليفر انزايم زي، حللي لي يا ماما هيباتيتس ماركرز زي، حللي لي يا ماما بروتين في الدم زي، اعملي لي يورين اناليسيس كده. امال ايه اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ان دكتور ذاكر اناتومي وكان عارف ان السكند بارت بتاع الديودرام وراه كدني، فسال العيانه هو انت كنت تخينه خسيتي ما شاء الله كده خسيتي ماشي، اما تقعد تسال اي عيانه كده وانت وهي داخله عليك انت بسم الله ما شاء الله خسيتي يا بتيجي عندك تعالى كتفك عشان تسمع كتفك ماشي، يبقى انت بسم الله ما شاء الله خاسه، ايه اللي حصل؟ لا انا فقدت يا دكتور اسكت، انا عملت تكميم فقدت 30 شهرين من ساعتها الحمد لله وانا عندي الجسترو انتستينال سيمبتوم وايه والشنط اللي حضرتك شايفه. حلو جدا. انت حاجه بقى هقول لك عليها برضه تعملها لما تشتغل دكتور نسا، تيجي معاك الام تقول مين فيكم يا جماعه خلاص كده، هي الام دي اللي هتجيب بنتها خلاص، البنت دي مش هيبقى لها هي لا حول لها ولا قوه خلاص. اقول لكم على ايه برضو كذا طريقه ماشي، الصراع السريع كله صراع سريع ماشي. المهم يبقى انا عمري ما هنسى كده ان بص الهري اللي انا عماله هري ده كله لو نسيتها في الامتحان ماليش دعوه، انا عملت قدام ربنا انا عملت سكند بارت اوف ذا ديودينم وراها هايلم اوف ذا كيدني والتوزس والقصه اللي حكيتها ماليش دعوه بقى. هما كده بعدين ارجع لي تاني بس مش هتفهم. نزلنا بالسكند بارت اوف ذا ديودينم رجعنا ثيرد بارت، الثيرد بارت ده معدي ورا كده يقول لك الثيرد بارت رقم 3 ايوه معدي على الليفل بتاع ال 3 ايوه، انا قايله لك ال 1 ال 3 وده ماشي بالطول من ال 1 ل ال 3 ماشي وراه ثلاثه ستراكشرز كبار تخان قوي، اما انا امشي لك بعرض الابدو من كده في الميد لاين، ايه في الميد لاين دي؟ ما انا هعدي من الرايت تو ذا ليفت صح عشان اجيب الفيرست انش ده يبقى تو ذا رايت اوف ذا ميديم بلين هاف ان انش، واجي لك للفورس بارت ده عند البايلور ديجنال جانكشن اسف عند الديجنال جيجنال فليكشر دي تو ذا ليفت تو ذا ميد لاين صح، يبقى همشي لك بالعرض. هو مين الاستراكشرز اللي ورا؟ السندنج اورطة. الله ده استراكشر قوي، ثلاثه بيج استراكشر. استراكشر تاني ورايا انفيريور فينا كيفا، استراكشر تاني كبير قوي صوص ميجور. ايه اللي جاب الصوص ميجور هنا؟ اصلها جايه من الفرتبري من البادي بتاع الفرتبري، هتوصل ازاي من البادي اوف ذا فرتبري وتنزل لي تحت؟
لازم تروح تعدي ورا الافلام دي، ورا الانفيرور فيناكيفا، ورا الاورطه كده، تروح عشان تمسك في مين؟ تمسك في الفيرتبرال كولم، صح؟ يبقى ثلاثه بيج ستراكشرز معديين ورا ثيرد بارت اوف ذا، مفصولين عنه، عن الثيرد بارت ده، بثلاثه سمول ستراكشرز. الله على الثلاثات، سيدي يا سيدي على الثلاثات. ايه اللي ثلاثه؟ ثلاثه ستراكشرز وراه، ثلاثه بيج ستراكشرز وراه، مفصولين عنه بثلاثه سمول ستراكشرز. مين الثلاثه سمول ستراكشرز؟ قال لك الاورطه الديسندنج اورطه مطلع ارتري اسمه جونادال ارتري، زي الفل. الانفيرور فينا كيفا مطلع فين اسمه جونادال فين، زي الفل. السوس ميجر عليها يوريتر، صح؟ وكنت لسه عماله احكي لك الميه تحت الكوبري، انا بشرح لك من شويه. اوعى يا دكتور تقطع للعيان ولا تقفله تستيكرر ارتري وانت رايح تفتح اليوريتر عشان تطلع منه ستون، اوعى. حس بريستالسيس واسحب حبه يورين، متاكد ان هم يورين راجعوا المحاضره اللي فاتت، ماشي الكلام؟ طيب يبقى دول ثلاثه بيج ستراكشرز مفصولين بثلاثه بيج، بثلاثه سمول ستراكشرز ورا الثيرد بارت اوف ذا ديودينم اللي هو رقم ثلاثه. فورث بارت يا ريان، انا كنت اتمنى من ربنا، كنت اتمنى ان الفورث بارت بتاع الديودينم ده يطلع للهايلم، واقول ان زيه زي السكند بارت. كنت اتمنى اقول ده انا ورايا هايلم، والهايلم داخل في رينال فين، ونازل منه بلفس زي يوريتا، وداخل في ايه؟ رينال ارتري. كنت اتمنى، بس للاسف الفورث بارت بتاع الديودينم ده ممشيش، خلص بسرعه قوي. يعني خلص مش انا قايله لك 1 انش، هو طوله 1 انش، ده طوله 10 انش، فمشي حته محترمه كده. اه صحيح، هي هاف ان انش، بس مشي حته محترمه كده في زراير سايد. ده خلص بسرعه قوي لان 1 انش، شايف يا دي؟ خلاص السيرت بارت ده خلص، مش انا اتعلقت، ماشي؟ فبالتالي انا ورايا هنا للاسف انا ما حصلتش الهايلم بتاع الكيدني، ماشي؟ امال الهايلم بتاع الكيدني واليوريتر والافلام دي بقت بالنسبه لي ورايا، ولا بقت بالنسبه لي تو ذا ليفت، تو ذا ليفت سايد؟ لا بقت بالنسبه لي تو ذا ليفت سايد. طيب وانا ماشي برضو معدي ورايا جنادة الفيسد، اه الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. طب ورايا سوس ميجور، اه لحقتها برضو الحمد لله. طب ايه الفرتبرال كولوم؟ شفتها، ده ماشي عليه تشين اسمها سيمباثيك تشين، صح؟ العقدة المحببة، النيرف فايبرز، السيمباثيك فايبرز اللي ماشية عاملة جانجليا الونج الهول لينث بتاعها اللي بتعرفها كده في العمل. يبقى الفورث بارت ورايا سوس ميجور شغال، ورايا جونيدال فيسلز شغال، ورايا سيمباثيك تشين شغال. كده قتلنا البوستيريور ريليشن بتاعت السكند بارت، وقتلنا البوستيريور ريليشن بتاع الثيرد بارت اللي هم ثلاثه ستراكشرز مفصولين بثلاثه ستراكشرز، وقتلنا البوستيريور ريليشنز بتاعت الفورث بارت اللي هي كان نفسي حصل الكيدني ما حصلتهاش. طب فاضل لي ايه؟ فاضل لي جنادل، فاضل لي سوس مش عارف، فاضل لي سكاسات. واضح؟ ده اللي هتعمله في اللجنه. حلو جدا. تعالى بقى كده بيقول لك ريمبر ساندوتشز اوف ذا ديودينم، وهتبقى برضه في كتابك. يعني ايه؟ يعني الديودينم دي متاخده سندوتش، حطيتها كده، فتحت شرح ومستور وبينهما الديودينم، وقطمت الساندوتش ده. يامي، ماشي؟ ايه هو بقى يا ترى الساندويتشنج بتاع الديودينم ده؟ قال لك بيديال ساندوتش وارتيريال ساندوتش. بالراحه عليا، بيديال ساندوتش يعني الفيرست بارت بتاع الديودينم، نوتس ساندويتشز اوف ذا ديودينم. بيليار ساندوتش كان حطيته في الكتاب، بس انت قال لك ساندوتش وشاطر ومشهور وبينهما ديودينم، الكلام ده مش هتنساها، انت فاهمني؟ انما افتح الكتاب تلاقي طق 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 طق، انا في الاخر في الامتحان هكتب الطق طق، ماشي؟ بس عشان اوصل للطق طق ده انا محتاج ارتب الدنيا في دماغي، لان ده هو يا ريت يا ريت يعني الابدومين هي الديودنم، ورتبت
كومبينيشنز ستفتها ان شاء الله بحروف، ما انا ممكن اجيب لك حروف تستف بيها ماشي، بس ده في ديودينم وفي بنكرياس وفي بعد كده كولون وفي بعد كده ايه وفي بعد كده كيدني ولا كده وفي بعد كده سيكم، يعني الموضوع كتير، كل دول ريليشنز قدامي وورايا وفوقي وتحتي واطلع وانزل بيرتونيال ومش بيرتونيال، الحروف مش هتسعفني دلوقتي ماشي. طيب اول ساندوتش الساندوتش بتاع الفيرست بارت، خلي بالك في الارقام الفرديه فيرست وثيرد، الله فيرست بارت اوف سيدودينام ساندوتش تو بيليار ستراكشر، متاكده فاهم افهم وبعدين احفظ. قال لك مش هيحصل لك في جول بلادر قدام السكند اللي قدام او لاين اوف ديماركيشن، انت اللي هموت واسميه ستومك عشان متعلق بايه؟ متعلق بيسر في البيتشر، بيسر اومنتوم اسفه، والبيسر اومنتوم الفري مارشن بتاعه ماشي فيه بايل داكت وماشي فيه هيباتيك ارتري وماشي فيه بورتال فين، ايوه يعني الهيباتيك ارتري دي موجوده فوقي ايوه. طب وانا قلت لك من شويه هي اسفل البايل داكت موجوده فوقي ايوه، طب انا قايل لك من شويه دي هتروح تفتح في البوستر ميديال اسبكت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودينم، يبقى لازم تعدي ورايا ولا لا؟ انا كفيرست بارت اه يبقى عدت ورايا زي وقدامي نيكو في جول بلاك سلام يا سلام الطب، ماله الطب بقى؟ عايزاك تكتب بايدك كده في الكتاب ماشي، تكتب لي بايلورو ديودينال جانكشن ماشي الكلام، ولا خليها معلش اجل لي الحته دي دلوقتي استنى عليها دلوقتي. بص بقى قال لك ايه، لا بص في الساندوتش ايه ليفر لازم منه كل بلادر نيكو في كل بلادر بعدين دي اللاين اوف ديماركيشن بين الفيرست انش والسكند انش ورايا بيلياري وانا معاك في الساندوتش. طب هو انت يعني بتاع لازم تقعد تقولي ساندوتش ومش ساندوتش وايه ده حاجات عجبتي، للاسف انك هتطلع دكتور يا دكتور، يلا هتطلع دكتور يلا عرفت ان الديك بتاعت الجول بلادر عباره عن لاين اوف ديماركيشن بين الفيرست والسكند انش بتاع الفيرست بارت في الديجنم، شوفي عيانه عندها اه بطني اه يا بطني وديسبيبسي وتاكل اكل فاتي ميل تقول اه يا بطني ماشي، وبعدين لا اه هيزيد قوي 20 سنه يا عيني مستحمله، اصل بطني بتوجعني يا دكتور معلش يا ماما خدي لك بتاع فوار ماشي، كلام عجيب كده. وبعدين فجاه حصل لها اكيوت كرونيك، كتر الكرونيك انفلاميشن اللي عندها الديودينوم دي لزقت بادهيجن كده في الجول بلادر، ومع الكرونيك انفلاميشن حصل اون توب اكيوت انفلاميشن، هي كان عندها جول بلادر ستون. تعمل ايه؟ جول بلادر ستون مين مين النيك بتاعت الجول بلادر اللي هيتخشر فيها الستون مكان حته ضيقه صح؟ ادخل الفيستولا، ايه الفيستولا دي؟ اتفتحت فتحه موجوده ديودينوم يدخل منها تدخل كل اسمه الانتستين ده بيعدي فيها فين؟ لا بس ما بيعديش فيها حصوات، يعني ايه؟ يعني الحصوه دي هتنزل تتحشر عارف فين؟ تيجي العيانه بمانيفستيشنز اكيوت انتستينال اوبستراكشن، ايه ده معقوله؟ اه دي نتيجه الجول بلادر ستون اللي مش عايز السكه الطويله وعايز تحفظ لي انها لاين اوف ديماركيشن، احفظ بالطريقه اللي تعجبك. تمام؟ مهم البيلياري ساندوتش بتاع فيرست بورت، تعال لي الثيرد بورت. انا قايله لك الخطير المريع الفظيع الشنيع سوبيريور ميزنتريك ارتري معدي قدام الثيرد بارت اوف ذا ديودينم صح؟ وقايله لك في البادي تاخده وتفسح الميزنتري كده وتقول يا حلاوتي يا جمالي ادي السوبيريور ميزنتريك ارتري معدي من قدام الثيرد بارت بتاع الديودينم، هو والله في الروت اوف ميزنتري ماشي؟ يبقى من قدامي ارتري حافظينها صم. طب ورايا تعالى لي يا جميل ورايا انفيريور يعني قدامي سوبيريور ميزنتريك ارتري ثيرد بار ورايا انفيريور ميزنتريك ارتري
ثيرد بارت، اه يعني الثيرد بارت عندي ارتيريال ساندويتش، اي ساندويتش بتوين السوبيريور سنتر ارتري والانفيرور سنتر ارتري. ايوه طب تعالى يا دكتور ركز معايا اللحظات، لحظات بس قليله ماشي. قال لك زمان لما كنا بيبي في بطن مامتنا كان عندنا ارتري اسمه ابدومينال اور، كما اكيد يعني، امال انا هسبلاي ان شاء الله الضغط ده كله بايه؟ انا حدي من لا سمح الله من الفيسلز نازل لي في الابدو من غير معلش هدي نفسك كده. طلع لي منه سيليا كتران، وطلع لي منه ارتري اسمه سوبيرور ميزنتريك، وطلع لي منه ارتري اسمه انفيرور ميزنتريك. السيليا كتران كده هيديني حاجه اسمها فورجت. يعني ايه كلمه فورجت؟ يعني ستومك واسوفيجس ويعني ليفر ويعني سبلين ويعني نص الديودينم. ايه نص الديودينم؟ ونص السكند بارت بتاع السكند، ايه مش ده السكند بارت بتاع الديودينم؟ يا معلم معلم، لحد ما الكومن بايل دكت تروح تجوين البنكرياتيك دكت ويفتحوا في البوستر ميديال اسبكت. ده مكان مين يا ولاد؟ ده مكان الديماركيشن بتاع انا خلصت فور دكت هبدا ميد دكت. الكلام ده اقسم بالله فيتال 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 لابعد الحدود ماشي. تعالى اول السكند بارت بتاعتي، كمل لي ثيرد بارت وكمل لي فورث بارت وكمل لي ديودينوم وكمل لي جوجينوم وكمل لي اليم وكمل لي سيكم وكمل لي اسندنج كولون وكمل لي اه رايت تو ثيردز اوف ذا ترانسفيرس كولون ماشي. ده كله السوبيريور ميزنتيريك ارتري عندك كده. خدناه من شويه. اه انت قلت لي ده الجوجينوم والاليم بيجي لهم ارتري اسمه سوبيريور ميزنتيريك ارتري ماشي في الروت بتاع السمول انتستين، يروح يعمل لهم سبلاي ليه يا ترى؟ اصل دي بالظبط. يعني انا انت لا درست كولون ولا درست ترانس ولا اسندنج ولا درست سيكم ولا درست ابندكس ولا درست ترانس. ممكن تقول لي البلاد سبلاي بتاع السيكم جاي منين؟ بالسوبيرو سنتريك. ممكن تقول لي البلاد سبلاي بتاع الرايت تو ثيرد بتاع الترانسفيرس كولون جاي منين؟ بالسوبيرو سنتريك ارتر. ممكن تقول لي البلاد سبلاي بتاع الابندكس جاي منين؟ بالسوبيرو سنتريك. ممكن تقول لي البلاد سبلاي بتاع السيكم جاي منين؟ السيتنج كله جاي منين؟ سوبيرو سبورت. طب تعالى هتجيب السمعه عشان كنت حاسس. اه والله ده الليسر كيرفيتشر كان فيه ليفت جاستريك سيكا بتاعه عرس تحترس هنا بس عشان انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي، يعني قصدي سيكا ترانك الناحيه دي والكلام ده تمام. طب والرايت جاستريك ده جاي من الهيباتيك ترانك والله العظيم. طب جريتر كيرفيتشر جاي لي شورت جاستريك من السبلينيك اللي هو سيليا ترانك، جاي لي ليفت جاسترو اللي هو منين؟ من السبلينيك اللي هو سيليا ترانك، وجاي لي رايت جاسترو اللي هو جاي من الجاسترو ديودينا اللي جاي من الهيباتيك صح؟ ده اللي احنا خدناه في الاستومك بس انا ضحكت عليك وما قلتلكش ساعتها ان دي فور جات ماشي؟ طيب تعالى لي من اول اما اقول لك رايت تو ثيرد يعني رايت تو ثيرد يعني يا دكتور يا اللي راح تعمل عمليه في تيومر هنا في الترانسفيرس كولون اعمل لايجيشن للسوبيريور سنتريك ارتري اتحركت سنتي وصلت لللاترال وان ثيرد بتاع الترانسفيرس كولون سنتي تيومر هنا سنتي تيومر هنا هتعمل لايجيشن لارتري تاني خالص. ما انا بلايجيت عشان الارتري ما يقعدش ماوس ممكن يفضل يبليد تاني. اتحركت سنتي وصلت لللاترال وان ثيرد بتاع الترانسفيرس كولون اعمل لي لايجيشن لارتري خالص وامشي معايا. حد يقول لي البلاد سبلاي بتاع اللاترال وان ثيرد انفيريور ميزنتريك ارتري، حد يقول لي بلاد سبلاي بتاع الليفت كوليك فليكشر. الليفت كوليك فليكشر ده معديني من ترانسفيرس انزل لحد ديسندنج انفيريور ميزنتريك ارتري. حد يقول لي بلاد سبلاي لديسندنج انفيريور ميزنتريك ارتري. حد يقول مع اني ما درستوش انا ما درستوش خالص ولا اعرف.
حد يقولي blood supply less point colon inferior superior. واضح الكلام؟ انت قلتي لي ركز معايا ان الفري مارجن بتاع الليس مومنتم ده كان فوقي صح؟ فوقي كفيرست انش كده؟ ما انا فوقي هيباتيك ارتري وبقه وفوقي كومان بايل داكت وفوقي بورتال حافظهم زي اسمي. طب تعالي انزلي لي كده ورا الفيرست انش بتاع الفيرست بارت اوف ذا ديودينم ده، هتلاقي وراك ايه؟ هلاقي ورايا طبعا كومان بايل داكت لانها رايحه تفتح في البوستر ميديال اسبكت صح؟ جميل. وهلاقي ورايا بورتال فين مكمل ورايا، انما هل هلاقي ورايا هيباتيك ارتري؟ لا، ده هينزل برانش منه اللي انا قلت لك عليه وانا بدي بلاد سبلاي بتاع الاستوما اسمه جاسترو ديودينال ارتري. انا لما يوم اعوز ادي بلاد سبلاي ديودينال ادي بلاد سبلاي للفيرست بارت مين؟ ايه اسبرجت. طب ويوم ما عاوز ادي بلاد سبلاي للابر بارت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودنا ادي دي ادي من سيليك ترانك ليه؟ طب يوم لما عاوز ادي بلاد سبلاي لللور بارت بتاع السكند بارت اوف ذا ديودنا ادي بلاد سبلاي السوبيريور مزيد ليه؟ اصله ميد جت. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. يبقى دلوقتي الارتري اللي اسمه سوبيريور ميزنتريك ارتري والارتري اللي اسمه انفيريور ميزنتريك ارتري ده عاملين ساندويتشنج للثيرد بارت اوف ذا ديودينام. ليه؟ اصل كان لازم الروت اوف ميزنتري يعدي السوبيريور ميزنتريك ارتري في الحته دي لانه رايح يسبلاي ميد جت، فكان لازم يعدي هنا عشان يطول يسبلاي السكند بارت، صح كده؟ تمام تمام. قال لك تعالى بقى كده بص لي على الكتاب. بص هتعمل ايه انت؟ فيرست بارت فيرست انش اونلي موبايل بارت فاهمها. انا متعلق تحت رجلي ورايا نيكو بانكرياس فاهمها برضه. ايه ورايا نيكو بانكرياس؟ تقول حاجة أنا ورايا نيكو في بانكريس صح؟ وعرفت إزاي؟ أنا قايلة لك النيكو في بانكريس دايما يقول لك دي عبارة عن جنكشن قدامها جنكشن وراها جنكشن قدامها جنكشن بين مين ومين؟ قال لك بين هايلورو ديودينال جنكشن أو فيرست بارت أو فيرست اتش أوف فيرست بارت. يعني انا قدامي كانيكو في بانكرياس فيلورو ديودينال جنكشن والفيرست انش بتاع الفيرست بارت بتاع الديودينال، يبقى جنكشن قدامها جنكشن وراها جنكشن وهنشوف ان شاء الله الجنكشن اللي وراها. فوقي الفري مارجن بتاع الديسر من الاستراكشرز، تحتي الايه؟ الاتاتشمنت بتاع الجريتر اومنتم. طب ما احنا ان انا فوق اتاتشمنت جريتر اومنتم وتحت اتاتشمنت جريتر اومنتم. هل انا هحفظها كده؟ لا، انا همشي بالعرض زي ما انا مشيتك بالظبط. Anterior first inch, anterior second inch. Anterior second inch neck of gallbladder. ليه؟ ما انا قايله لك ده line of demarcation صح؟ وإذا رتبت لك الـ structures وستفت لك الـ anterior relations كلها. قلت لك quadrate loop of the liver وبعدين neck of gallbladder وبعدين neck of gallbladder معاه quadrate loop of the liver وبعدين second port right loop of the liver وبعدين transverse colon وبعدين قلت لك الـ anterior relation هنا. مش الكلام. يبقى quadrate loop of the liver quadrate loop of the liver اه انا فاهمها الحمد لله. echo of gallbladder اه انا فاهمها دي الديماركيشن وده اللي احنا وده اللي احنا ستفناه. ماشي. لما انا first part فوقي الاستراكشرز اللي هم الهيباتيك ارتري والكومن بايل داكت وراي البورتال فين، لما رجعت تاني بقيت ايه؟ بقيت عايزه ابص على posterior relations وانا في السكند انش. بقت البوستيريور ريليشنز اللي ورايا دي هم يعني الكومن بايل داكت نازله مكمله كومن بايل داكت عشان تفتح في البوستيريور ميديال اسبكت، بس الهيباتيك ما نزلش هيباتيك ده نزل
الارتري اللي اسمه جاسترو ديودينال ارتري اللي كان بيطلع لي الرايت جاسترو افلويد، صح؟ يبقى الهيباتيك ارتري هو الوحيد اللي ريبليست، بقى ريبليست مين؟ بالجاسترو ديودينال ارتري ورايا البورتال فين تحت هيد اوف بانكرياس، ما انا متعود عليها. انا اول كلمه رصيتها في الامتحان بالعرض هي البريتونيال، ماشي؟ سكند بارت اوف ذا ديودينوم قدامي مش هقوله لان انا مست في الانتيريور ريليشن، صح؟ انا مست في الانتيريور ريليشنز، قلت سكند بارت من فوق رايت لوب اوف ذا ليفر في النص ترانسفيرس كولون تحت كويلز اوف جيجنم، وقلت لك روسيلي كويلز اوف جيجنم قدام السكند والثيرد والفورس، دول اتكتبوا في الورقه خلاص، ماشي؟ طيب ورايا هايلم اوف ذا رايت كدني، اه ده العيانه اللي هيحصل لها، صح؟ وداخلها الاستراكشرز اللي انا قلت لك عليها، ميديال هيد اوف بانكرياس كتبت في الورقه. ليه كتبت في الورقه؟ لان انا اول حاجه رصيتها في الورقه بالعرض الريليشنز بتاعه الهيد اوف بانكرياس. ميديالي عندي مين الهيد اوف بانكرياس خلاص كتبتها، والفيلم اللي حكيت لك عليه بوست ميديال اسمه بتاع الفيرست بتاع السكند بارت اوف ذا ديودنم اللي فاتح فيه ايه؟ اللي فاتح فيه الكومن بايل دكت اللي فاتحه مع البنكرياتيك دكت الميجور ديودنال بابيلا، الفيلم اللي قلته لك، صح؟ تمام التمام. لاترالي اللي هو يعني تو ذا ليفت، ده الجزء اللي هو مين؟ الليفر، صح؟ وانهي كولون؟ الاسندنج كولون. خلي بالك اما ناخد الليفر ان شاء الله، الاسندنج كولون بيتني يعمل فليكشر كده اللي انت شايفه ده تحت الليفر، يعلم علامه في الليفر، رايت كوليك فليكشر، يعمل امبريشن على الليفر من تحت، يبقى ده رايت كوليك فليكشر. وبكمل بالترانسفيرس كولون اللي انا عارفه اللي شفته معدي قدام السكند بارت اوف ذا ديودن، وقلت لك بروستيري كويلز اوف سمول انتستين قدام، يبقى اللي قدام ده خلاص خلص، الميديال ده خلاص خلص، اللي ورا ده خلاص خلص، ده الهايلم اوف ذا كيدني، والايه الاسفل اللي ورا ده خلاص خلص الهايلم اوف ذا كيدني، والميديال خلاص خلص الهيد اوف بانكرياس، والاستراكشرز اللي داخليه. لاترالي دي الاستراكشرز اللي هي ايه؟ تعتبر بقيه الحاجات اللي انا شايفها قدام، مش انا شايف قدام الانتيريور سيرفيس بتاع رايت لوب اوف ذا ليفر والترانسفيرس كود وكويلز اوف جيجنم، ابر بارت ميدل بارت لور بارت، ده بقيتهم اللي هو مين؟ اللي هو الاسندنج كولون والرايت كوليك فليكشر وبقيه الليفر، مش الكلام؟ حلو. بس سكند بارت خلصنا الحمد لله. نفروتوزيس القصه اللي حكيتها بالبارت. اللي هيعدي ورا الفيرست بارت بتاع الديودينم بدل الهيباتيك ارتري يبعت عن بداله مندوب؟ قلت لك انا فوقي هيباتيك ارتري كومان بايل دكت بورتال فين، ورايا بورتال فين مكمل، كومان بايل دكت مكمله لانها رايحه تفتح، انما الهيباتيك مش مكمل بس قوي اسمه هيباتيك هو نازل لتحت كده، انما ده هيدي ستومك بالرايت جاسترو ابيكلويك وهيدي ديودينم، اصله لازم يدي ديودينم. ليه؟ لان دي كده فور جت، صح؟ فلازم يجي لها واحد سيليك ترانك، مين اللي هيجي لها سيليك ترانك؟ الجاسترو ديودينم، يعني الارتري ده هيدي ستومك بس، هيدي ابر بارت بتاع السكند بارت بتاع الديودينم ده ديودينم فاسمه جاسترو ديودينم. اه حلو قوي كده. الجاسترو ديودينم الارتري ده ماشي فين؟ ده ماشي ورا الفيرست بارت بتاع الديودينم، انه جزء منه السكند انش، يبقى ماشي ورا السكند انش بتاع الفيرست بارت اوف ذا ديودينم، ماشي الكلام؟ طيب قال لك الجاسترو ديودينال ارتري ده انا يا دكتور عمري ما هنساه. ليه عمرك ما هتنساه؟ طبعا عايز اقول لك على حاجه، زمان واحنا صغيرين كان يقول لك ايه؟ عيان جالك استقبال واخد سكينه في بطنه، ماشي؟ في مكان الفيرست انش اوف ذا ديودينم، ماشي؟ واخد سكينه في بطنه مكان الفيرست انش اوف ذا ديودينم، يعني فين يعني؟ يعني هاف ان انش تو ذا رايت اوف ذا ميديان بلين جنب الامبليكس بتاعته كده على الليفل بتاع الترانس بايلوريك بلين، ماشي؟ الاقيه ايه؟ الاقيه واخد سكينه في بطنه، السكينه دي هتقطع له مين؟ يقول لك هتقطع له كوديت لوب اوف ذا ليفر. اه اسفه، كوديت لوب اوف ذا ليفر، مش كوديت، اسفه، كوديت لوب اوف ذا ليفر، اه كوديت لوب اوف ذا ليفر، هتقطع له الجاسترو ديودينال جنكشن او الجزء اللي اسمه ايه؟ يعني ناس تقول لك فيرست انش اوف ذا فيرست بارت اوف ذا ديودينم او جاسترو او بايلورو ديودينم جنكشن، يبقى السكينه داخله من قدام لورا في بطن العيان هاف ان انش في الميديم بلين،
قطعت له مين؟ قطعت له كوادريت الجزلات، قطعت له ورا البايلورو ديودينال جانكشن او الفيرست اتش الفيرست بارت اوف ديودينال جانكشن، وراها جانكشن، جانكشن اللي هي مين اللي وراها؟ النيك اوف كول بلادر، النيك اسفه بتاعت البانكريس اللي هي الجويننج بتاع الهيد مع البادي، يبقى النيك جانكشن قدامها جانكشن بايلورو ديودينال جانكشن وفيرست اتش الفيرست بارت اوف ماشي الكلام؟ ووراها البورتال فين، يبقى السكينه اللي داخله من قدام لورا في بطن العيان، وانا صغيره في سنه سته الصراحه كان يعلمنا كده، لو سكينه دخلت في بطن العيان في منطقه الفيرست انش اوف سبيرت بارت اوف ديودينم دي هتقطع له ايه؟ هتقطع له كوادريتي بالتالي، وهتقطع له فيرست انش اوف ذا فيرست بارت او البايلوت ديودينم جانكشن ماشي، وهتقطع له واكتب كده التربطات دي ماشي، وهتقطع له ديك اوف كول بلادر، وهتقطع له بورتال ماشي. طيب عشان بس انت ما تنساش ان النيك اوف كول النيك بتاعت ال ايه النيك اوف كول بلادر اللي انا عماله اعمل فيه نيك بتاعت البانكرياس، انا اسفه ماشي. طيب ده كده الجاسترو ديودينال ارتري ماشي، اه ده اللي قلنا هينزل من الهيباتيك، هينزل ورا مين؟ ورا السكند انش، عشان اقول لك بس ان النيك دي الفيرست انش. طيب الارتري ده وهو نازل كده دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ معلش هو لازم ينزل علشان يروح يسبلاي الحتة دي، عشان دي لازم يبقى سبلاي من السيليك ترانك، وانا اوريدي عندي واحد راح للاستومك، اوريدي عندي واحد راح للسبلين، سكة بعيدة قوي هوصل الديودينم ازاي؟ فما فيش غير الهيباتيك ده اقرب واحد ليا، نزل لي الارتري اللي اسمه جاسترو ديودينال اللي رايح يسبلاي الابر بارت ده. فاكر لما قلت لك يا دكتور يا ناوي تطلع دكتور الاستومك كانت قدام، بص انا جايبه لك الحته دي ورجعت لورا، هات ايدك الشمال كده وحطها زي ما احنا حاطين ايدنا كده، ورجع ايدك لورا كده، يعني ايه؟ يعني الاستومك كانت قدام، عشان ترجع ورا كده ترجع الديودنا ريترو بيريتونيا لازم ترجع لورا. هترجع ايه المشكله؟ لا خلي بالك الديودينم اللي كانت قدام ورجعت لورا دي فيرست انش اللي كان موبايل هنا ورجع لورا، بص كده ايه يا ترى اللي هو الفيرست بارت بتاع الديودينم، بص ده كان قدام ازاي، بص رجع لورا ازاي، بالتاثير الجرافيتي ياخد اول قش من الاسيد، ياخد اول قش من البيبسين، يعني يعمل بيبتيك ده بيبتيك ألسر، بيبتيك ألسر دي بتاعت السمك، لا بيبتيك ألسر يعني ألسر معموله في البيبسين، هو فين البيبسين ده؟ البيبسين كله ده احنا لسه خارجين من الفود بولس، بالفود بولس من السمك، لا حصل لي نيوتراليزيشن لألكلي ولا لسه صبيت عليها حاجه خالص ماشي، ده بقول لك ده الاسيد كله. وبما ان ده عشان اقسم بالله وعشان الام سي كيو لو انت ناوي تطلع طب ماشي، يبقى اكتر جزء بيحصل ديودينال ألسر البوستيريور بارت بتاع الفيرست بارت اوف ذا ديودينال البوستيريور، وليه؟ لو انت طالب بتفهم يبقى عشان الاستومك قدام رجعت ورا ترجع البريتونيه الريترو بريتونيه، فالاسيد حصل له جش لورا، فاول وول قبل الاسيد هو البوستيريور وول، لا قبل الاسيد، قبل الاسيد وقبل الاسيد، وبعدين حصل لتعيين ديودينال ألسر. المشكله لا معلش ديودينال ألسر هنا وراها على طول مين؟ وراها الارتري ديودينال ارتري، يعمل ايه في العيان؟ الالسر تبرفوريت، ادي ستومك، ادي ديودن، ادي بوستيريور كول بتاع الديودن، الالسر تبرفوريت تخرم، ابلع العيان بريم، الاقي الفلويد بيطلع منها كده، البريم بيطلع منها، يطلع منها كده طبعا، قال لك ولما حصل بيربوريشن جاسترو ديودينال ارتري لا يمكن انساه،
البوستيريور ريفيكشن ليه لا يمكن انساه؟ لانه هيعمل لي في العيان بليدنج، خطر خطر خطر. جراحين العالم عارفين ان لو حصل لك بوستيريور ديودينال ألسر، وغالبا هتبقى في الفيرست انش لان ده اللي بياخد الجشن، غالبا هتبقى في البوستيريور رول عشان الاستومك راجع لورا، خطر خطر خطر. العيان هيموت منك، مش قصه يا بطني، قصه ارتري بينزف في بطن العيان، يقعد يصفي العيان لحد ما يموت. بليد سبريبتيك ألسر، سيفير بين، وعيان بيموت منك. ماشي الكلام؟ اتاني بوستيريور ارتري بوستيريور ريليشن للسكند بتاع الفيرست بارت اوف سيستم. قال لك معدي ورا، ايه اللي خلاه يعدي ورا؟ اصل انا رايحه سبلاي الابر بارت بتاع الديودينم، اصلها فورجت، طب اضطريت تعدي ورا. انت المندوب بتاع الهيباتيك ارتري، بس للاسف معدي في مكان خطر. ليه يا ترى؟ بوستيريور ديودينال ألسر، اكتر مكان بوستيريور وول في الديودينم يستقبل اسيد، يحصل لك بيرفوريشن، يحصل لك بليدنج، يحصل لك باريم مين تتسرب من العيان. مش الكلام؟ يبقى دي كده مين يا دكاتره؟ انا بقول لك كده ليه؟ عشان ما تنساش ابدا. جراحين العالم عارفين ان الجاسترو ديودينال هو ناسي على فكره الريليشن دي كلها. الجراح ده ناسي الريليشن دي كلها، طبعا لو كان جراح اي كلام. ماشي؟ بس فاكر حاجه واحده، ان الجاسترو ديودينال ارتر بيعدي ورا هنا يعمل ايه؟ وهو عشان عامل يقعدش ينزف ويموت، ياخدوه يرموه في السجن. ماشي؟ سرت بارت اوف سيتيوتا وخلاص، خلصتوا ليه؟ معدي قدامه، قلت لك كويس اوف جوجنال ريليتد للسكند بارت والثيرد بارت والفورث بارت. والاستراكشر الخطير روت اوف ميزنتري اوف ذا سمول انتست اللي عمال اهري فيه من ساعه ما ربنا خلقني. قلت لك روت اوف ميزنتري اوف ذا سمول انتست معدي قدام الثيرد بارت، ما ينفعش انساه. انتيريور ريليشن زي الفل. ماشي. بعدين كده انتيريور ريليشن خلاص، بوستيريور ريليشن خلصته. ثلاثه بيج ستراكشرز كبار، انا خلاص فهمت ترتيب البوستيريور قدام. ثلاثه بيج ستراكشرز كبار اللي هم مين؟ اللي هم الارتري اللي اسمه اورتا، والفين اللي اسمه انتيريور فينا كيفا، والايه؟ والعضله اللي اسمها سواس بيج، سيباريتد بثلاثه سمول ستراكشرز اللي هم مين؟ الجنادل ده اللي هو التستيكولار او اوفيريان، واليوريتر اللي اسمه رايت يوريتر، والانفيرور ميزنتريك ارتري عشان الساندويتشنج زي الفل. طيب بوستيريور ريليشنز خلاص خلصتها الحمد لله رب العالمين. طيب فوقي بانكرياس، ما انا خلاص قلت مش هقول بانكرياس، انا همسك البانكرياس واشوف كده مكانه فين ورصيته في الورقه بالعرض. ماشي؟ تحتي كويلز اوف ذا سمول انتستين، اظن سهل. ماشي؟ انت هترتب الدنيا بالعرض زي ما ثلاثة بيج سيباريتد بس هنا في ناسين يرسموا بس ولا راسمين هو الانفيرو ميزنتريك، ودول اللي كانوا في اتش كملوا، بس بدل ما كان اسمه هيباتيك بقى اسمه جاسترو ديودينال. وادي النك كل حاجه. ماشي؟ الكلمه اللي قلتها لك السيرت بارت اوف ديودينال، هم اللي عليه حته الاموره اللي كلها بايه؟ بحرف التلاتات ده. ماشي الكلام؟ فورس بارت خلصت الحمد لله. ليه؟ ما انا قايله لك انتيريورلي انا عندي كويلز اوف جوجنا، مش انا قلت لك حط لي كويلز اوف جوجنا عند السكند بارت بس من تحت، لان هنا في ترانسفيرس كولن وهنا في رايت لوبوت ريفر، وقايله لك حط لي كويلز اوف جوجنا هنا، وقايله لك حط لي كويلز اوف جوجنا هنا بالعرض. ما انا ماشيه بالعرض كله، ماشيه انتيريور ريليشن بالعرض، ماشيه بانكرياس بالعرض، ماشيه بوستيريور ريليشنز بالعرض، ماشيه ريمبر التو ساندويتشز، وماشيه الحاجات اللي هي كلينيكال ابلكيشن برصها. ماشي؟ طيب ميديا ليا الانسنت بروسيس اللي هو تو ذا رايت، ليه؟ ما انا رصيت بانكرياس خلاص. ماشي؟ ورايا ابدومينال اورتا، ورايا التشين اللي انا قلت لك عليها كان نفسي اوصل، ورايا ما لقيتش، خلصت بسرعه 1 انش. ماشي الكلام؟ بقى ورايا سيمباثيك تشين، ورايا السوس ميجور، ورايا الابدومينال اورتا. ماشي الكلام؟ او اسف ميديا اللي هي الابدومينال اورتا، ورايا تشين والسوس ميجور. ماشي؟ وبقت الكدني لاني ما لحقتهاش، بقت الكدني بالهايلاند بتاعها بلاتر ريليشن. ماشي؟
قال لك اول ما تقول كلمه فورس فور، شوف بقى انت لعب اللي كان نورم دي قدام ده اللي بقى سسبندد بسسبند سوري اللي جامد في ستريز اه اللي جاي من رايت كروس اوف دايفرام، قلت لك تاني خدمه يقدمها من رايت كروس اوف دايفرام للدايجستيف سيستم، كتر خيره كتر خيره، عمل لي فيسيولوجيكال سفنكتر رايت كراس، كلامي واضح. تاني حاجة علق لي سسبنسوري ليجامنت اوف تريدز رايت كراس عشان هترجع تتلف في الدايفرام تاني لما تاخد الثوركس والفالف لايك اكشن، ورفعه لي عشان ما يقعش بالوزن، بس كلام معين زي الفل. ثلاث صفحات خلصنا، تعالى لي بقى ارتيريال سبلاي خالص خالص خالص. اول كلمة هتكتبها في الارتيريال سبلاي ايه في اللي الديودينم دي سبلاي بارتري يترون فورجت سبلاي بارتري اسمه سوبيريور ميزنت يعني ام سي ونص ميد جت جاي بياخد يعني سوبيريور ميزنت يرجع. بص لي بقى، بص الكتاب كاتب كلمه مستفزه قوي ايه، كاتب لك ده البلاد سبلاي جاي من ارتري اسمه سوبراتيودينال ارتري معاه اديشنال بلاد سبلاي من الجاسترو ديودينال. ايه اللي انت بتقوله ده؟ سوبراتيودينال ده انت هتعرف لما تاخد البتاع ده البلاد سبلاي بتاع الجت بقى، ما تخلي بالك ده هتجي لك في الاخر مرحله كده بيجي الوحش، هتاخد البلاد سبلاي بتاع الجت ده كله. الجي اي تي كده شكل براكت كده بياخد بلاد سبلاي منين؟ ماشي؟ الدنيا متقسمه ازاي؟ السوبر ديجنال ارتري ده اول كلمه هتعرفها، ده مين بيبريست مين بيابسنت، ده اديشن القصب. بص ده هبل ازاي، ارتري صغير قوي بس ما علينا. يعني سوبر ديجنال ارتري اما تيجي تبدا لي في الامتحان ابدا لي بالجاستو ديجنال، مش الكلام ده برانش الهيباتيك المحترم ده، انا بقول لك ده كانه كونتينيوشن الهيباتيك، الهيباتيك طلع فوق وبعدين قال لا انا عايز اروح ايه اسبلاي ديجنال، اصل انا نسيت اصلها فورجت لازم تاخد بلاد سبلاي، والسبلينك بعيد قوي والليفت جاستريك بعيد قوي، مفيش غيرك بقى معلش هيباتك بقى ماشي. فنزل ادى المندوب بتاعه الجاستري ديونر كانه نفس حجم الهيباتك الا قليله يعني ماشي. الجاستري ديونر ده مش كان التاني في الاستومك زمان ايام ما كنا صغيرين ابريه، كان ده كده الجاستريك بيتخرم صح، الجاستريك السر جراحين العالم عارفين الحكايه دي. اداني الرايت جاسترو ابيفلويد لما كنت باخد الاستومك، وكان كده از ارتري اسمه سوبيريور بانكرياتيكو ديودينال، تاني مرة معلش هيبات اداني واحد اسمه جاسترو ديودينال. جاسترو يعني ايه؟ هدي ستومك، الاسامي ما فيهاش تهريج، ما فيهاش تهريج. جاسترو ديودينال جاسترو يعني هدي ستومك، هدي ستومك بايه؟ بالرايت جاسترو ايبيفلو. طب ديودينال دي يعني ايه؟ يعني هدي ديودينال، فدي ارتري اسمه سوبيريور يعني رايح سوبيريور بانكرياتيك وديودنا. لما بقول لك البنكرياس وديودنا دول وان سيرجيكال يونت، قول كده الحب الحب الشوق الشوق ماشي. الهيد اوف بانكرياس واقعه في الكونكافيتي بتاع الديودنا، علاقه رهيبه ما بين، قلت لك اول كلمه قلت لك في الريليشن رص لي علاقتي بالبنكرياس كده في كل فيرست وسكند وثيرد وفورس، فهمت فيرست علاقتي ايه، سكند علاقتي ايه، ثيرد علاقتي ايه، فورس علاقتي ايه، وبعد كده ابقى بضغطي على بيت الريليشن ماشي الكلام. طيب يبقى تاني جاسترو ديودينال اللي هو كونتينيوشن الهيباتيك بعت لي ارتري اسمه سوبيريور بانكرياتيك ديودينال، وبعت لي ارتري اسمه اسف بعت لي رايت جاسترو ابيبلوك، وبعت لي سوبيريور بانكرياتيك ديودينال. قالوا السوبيريور بانكرياتيك ديودينال ده مسموح له الله الله يسبلاي لحد فين؟ لحد يقدر يكمل، ما يقدرش ليه؟ اصله ده فورجات، اصل لحد هنا فورجات ما يقدرش. طب وبعدين هنكمل ده منين؟ امال احنا معديين قدام الفيرست بارت ليه؟ مش عشان يطلع ارتر يروح يكمل السكه الميد جات دي، يكمل السكه بمين؟ يكمل السكه بانفيريور بانكرياتيكو ديودينال تاني بالراحه. ارتري اسمه سوبراديودينال مكسوفه قوي ان انا ابدا بيه قوي قوي، جاسترو ديودينال هيدي رايت جاسترو ايبيفلو، مش انا عشان استمك مش انا مش موضوعي، وهيدي سوبيريو بانكرياتو. شكرا. السوبيريو بانكرياتو ده بيتقسم اثنين، واحد قدام وورا البانكرياس
انتيرو بانكرياتيك ديونر بيتقسم اتنين قدام ورا، بس الموضوع مش ناقص عارف. ماشي، يبقى جاسترو ديونر اداني رايت جاسترو بلوك عشان يحقق اسمه كجاستري، واداني واحد اسمه سوبيريور بانكرياتيك كريبسس ديودينال الحقيقه، يعني ما دام ده اسمه جاسترو ديودينال يبقى يدي واحد اسمه جاسترو، بس اضطريت اسميه جاسترو ابيفلويك علشان هو ماشي في الكريتر اومنتوم اللي اسمه ابيفلويك، وعشان اسم واضطريت اسميه رايت عشان في واحد تاني ليفت، وده كان نفسي قوي اسميه ديودينال، ما انا اسمي جاسترو ديودينال كان نفسي اسميه ديودينال، بس طلع ديودينال والبنكرياس وان سيرجيكال يونت فسميته بنكرياتيك ديودينال، في واحد تاني انفيرور لازم يبقى موجود عشان ده ميد دوت، فبالتالي سميته ايه يا جدعان؟ سميته سوبيريور عشان انفيرور، وسميته بانكرياتيك ديودينال علشان البنكرياس قدامنا وان سيرجيكال. طب بص الامتحان بقول لك ما فيهوش تهديد، يعني تدخل تعمل عمليه كانسر هيد بانكرياس وتقفل كل ده بالكلمبات بتاعتك ماشي؟ اللي جاي ترانك اللي لسه لحد هنا لحد ما الامبوله اوفر لحد ما اللي هيكمل تصويرها الاصل ده اللي معدي قدام السيرد بارتكل فينا ومع الفكره يروح يبعت لي ارتري اسمه انتيرو بانكرياس ديودينا اسمه انتيرو بوستيرو، معلش مشاكل مش وقت هبقى مش وقت ولا هبقى وعمل اسكوموس مع بعضه عند المكان اللي ما ينفعش واحد يتعدى على تخصص الثاني، انا تخصصي فور جات يبقى تقف، انا تخصصي ميد جات ما ينفعش انت تطلع لي ولا انت تنزل، واضح؟ تمام يبقى ده كده، يبقى قصه الفور جات والميد جات دي بقول لك دي ما فيهاش تهريب ماشي؟ هنا بص يستر ايه السوبر سي بعد قدام السيرت بوب بتاعتي بقى الدرع بتاع سيرت الشفوي زمان يقول لك ده الفيرست اتش فيرست بارت بياخد سوبر يودنا صح وبياخد جستر يودنا كده، وهتعرف بعد كده ان شاء الله تاخد برانشات تانيه المكان ده قطع كتر بيحصل ايه في خالص، فربنا معوضه زي ما قلت لك انجوين الكلام الفكر لازم ربنا يعوضها سبحان الله، فبالتالي ربنا معوضه ببلاد سبلاي ريتش بلاد سبلاي احسن الفاسكولاريتي بتاعته، جاله الاسم اديه بلاد كتير يلحق يريش ويلحق ايه يقف على رجله تاني من كتر الاسيد اللي جاي، طب ما كنا قايلين ده اسيد بسموك للاسف البكتيريا تنمو فيها والاكل اللي مليان بلاوي سودا ده كله مش هنعرف نموت الباثوجنز اللي فيه والكومنسلز البكتيريا اللي مليان الدنيا اللي انا احنا عايشين وي ار ليفنج ان ذا ورلد اوف مايكرو اورجانيزمز، انا على ايدي مايكرو اورجانيزم وباكل مايكرو اورجانيزم بتنفس مايكرو اورجانيزم، اذا ما كنتش انا حاطه حاجه ديفنسف قويه اتش سي ال قوي مش هعرف اموت دول، فسبحان الله ماشي ده الاتش سي ال مكانه هنا وهنا في شويه بس انا ربنا طبعا عوض البلاد سبلاي دي بتقف على رجلك تاني يا فيرست شيفت فيرست بارت اوف ذا ديو ده ماشي جميل قوي ليه نص ريتر بس طلع بس ترو دي ده اداني اسمه كده اداني الريد جاسترو اف فلو واداني سوبيريور بانكرياتيك ودي ده ماشي اسم انترد وقف عند مكان الامبول الاوفر سوبيريور ميزنتريك معدي قدام الثيرد بارت طلع لي انتيريور بانكرياتيك وقف ما تقدرش تتعدى وتطلع فور جات وانت ما تقدرش تتعدى وتنزل ميد جات فينس ريتيرن نفسي في كلمه واحده قولها لي بورتال ولا سيستميك بورتال طبعا السؤال العجيب ده ده انا هلم كل الفينس درينج ده واعديه على الليفر لازم ده مليان بلاوي سودا ده انا انتستن يعني ماشي طيب والفينوس ريتيرن ده اللي اسمه بورتال فين ده راجع لك عن طريق مين هو انا حلتي غيرهم السبلينك اللي ماشي ورا والسوبيريور ميزنتريك اللي معدي لي هو قدام الثيرد بارت يعملوا لي فين اسمه بورتال فين يبقى فينوس درينج كلام فارغ انا عايزاك تقولي كلمه واحده بورتال اللي راجع من السبلينك وسوبيريور ميزنتريك احمدك ليمفاتيك
ألف ألف إيه ألف ألف دي superior mesenteric artery ماشي قدامي superior mesenteric lymph node حلوة قوي. hepatic artery إداني gastroduodenal أودي hepatic lymph node ماشي. pyloric lymph node أصل أنا عندي supra مثلا إيه duodenal وهكذا. يبقى تأليف كلام مش الكلام بشكل ما في الديودينال احفظها زي اسم. ليه زي اسمك؟ لأنك بعد كده خلاص أنا مش مسؤولة عنك، أنا بعد كده هاجي أقول لك تعالى قول لي ريليشن للهيد اوف بانكرياس ومش هفتح بقي اقفل بقي ده خالص كده، وانت اللي هتيجي تقول لي كل حاجه، تقول لي ده في تشينج في انسنت بروسس وعلاقتي بالديودينم وورايا ويميني وشمالي، ماليش دعوه بيك ما اعرفكش ماشي. يبقى بعد كده هجي لك في الكدني او انت جيت لي في الكدني زمان وقدامي السكند بارت والنفروتوزس والفيلم اللي حكيته، هجي لك اشرح لك درس اسمه جول بلادر ما اعرفكش برضو ليه، هتقول لي الجول بلادر دي ليها نيك اسمها نيك اوف جول بلادر وكان الفيرست بارت ده ساندويتش صح بين النيك اوف جول بلادر، يبقى انا ورايا الفيرست بارت بتاع الديودينم. هاجي اشرح لك درس اسمه ليفر هقول لك ما اعرفكش ليه، اصل السكند بارت بتاع الديودينم ده كان ريليتد للكوادريت لوب اوف ذا ليفر هقول لك ما اعرفكش، انفيريور سيرفيس هتقول لي في السكند بارت بتاع الديودينم هقول لك ما اعرفكش ما انت سكتش ديودينم، هقول لك الاسندنج كولون طالع وعامل فليكشر اسمه رايت كوليك فليكشر اللي انا شفته على يمين السكند بارت بتاع الديودينم هقول لك ما اعرفكش، ما انا قايله لك ان ده موجود تحت الليفر وقايله لك ده الانتيريور ريليشنز عباره عن ليفر وعباره عن ترانسفيرس كولون بتاعت السكند بارت وعباره عن كولس في سمول انتستين، انت ما ذاكرتش الديودينم ما اعرفكش ماشي. يبقى انت هتستف الديودينم في دماغك عشان هتستف لك الابدومين كله ماشي يا حبايبي، كل خير يا رب ويكرمكم ويسعدكم كده ويجري الخير على يديكم وتبقوا احسن ناس في الدنيا كلها ماشي، مالكش دعوه بالاحداث الجاريه، مالكش انت ليك فانكشن واحده ربنا خلقك ليها ايه هي؟ تذاكر وتعبد ربنا بس كده، غير كده مالكش دعوه باي حاجه بتحصل حواليك، مالكش دعوه غير بتقصيرك انت ماشي. انت ما ذاكرتش ما تقوليش بقى الدنيا حر في عاصفه جايه الدنيا ساقعه الدنيا كورونا، ماليش دعوه بيك ماشي، وظيفتك تقعد تذاكر وتعبد ربنا، وراك عيال ولا حاجه بتجري عليهم؟ وراك مواعين بتغسلها؟ لا، وراك غسيل بتغسلها؟ لا، يبقى تقعد تذاكر لي ماشي؟ تنسى حياتك كلها وتركز لي في ايه؟ تعبد ربنا وتذاكر بس. ربنا يوفقك يا ولاد.